ازاي حضراتكم؟ انا الصوت بس تمام بالنسبه لكل الناس ان شاء الله، ما فيش اي مشاكل. لو في اي حد ممكن بس على الشات كده يبقى ياكد لنا ان في مشكله في الصوت ولا حاجه. انا اسمي السيد عامر، مهندس بترول خريج 2011 من جامعه بورسعيد. خريج 2012، اول ما اتخرجت اشتغلت على طول في شركه وذرفورد رينج انترناشونال لمده سنه وسبع شهور تقريبا او سنتين ماكسيموم. اشتغلت ويل كومبليشن وانترفينشن وويل دريلنج مع وذرفورد. بعدين اتنقلت لشركه سوكو سويس اويل كومباني في حقول دسوق، حقول غاز طبيعي. اشتغلت معاهم اربع سنين كبرودكشن انجينير مينلي في الابستريم والداونستريم اوبريشن. هناك البرودكشن انجينير بيشتغل من اول الويل هيد، الفلو لاين، البايب لاين، فلو اشورنس اوبريشن، الشغل الانتاج بتاع الابار، الليكويد لودنج اللي بيحصل، المشاكل اللي بتحصل في الجاز ويل وما اكترها يعني. بعد كده بنوصل لمرحله الجاز بروسيس والتريتمنت اللي بتحصل للغاز والكوندنسيت والووتر، واخيرا للكومبريشن اللي بيطلع من المصنع كده خلاص. فده شغل الاوبريشن انجينير او البرودكشن انجينير في سوكو. اشتغلت كمان يعني اتنقلت في نفس الشركه لديبارتمنت تاني اسمه هندسه البترول، او في بعض الشركات بنسميه الهندسيه. اشتغلت معاهم سنه كويل انترفينشن اند كومبليشن انجينير. طبعا في السنه دي كنت يعني ان هاند اوبريتور، بشتغل بايدي بشوف الجوبايه بتمشي ازاي ككومباني مان. بعد كده رجعت تاني لقسم البرودكشن، يعني سيرتيفايد في اديت كورسات مع ام تي سي مصر تريننج سنتر. في ناس كتيره من الناس الخاصه بالاس بي اي والاي بي جي اشتغلنا معاهم كورسات في مصر تريننج سنتر. اديت كورسات مع او بي اي، حاليا انا تكنيكال كونسلتنت كبارت تايم مع شركه سعوديه اسمها بتروجيستكس، شركه شغاله في الويل كومبليشن والانترفينشن والويل سيرفيسنج، بتشتغل مع ارامكو. ده انا شغال معاهم حاليا بارت تايم يعني كتكنيكال كونسلتنسي، بالاضافه لشغلي في وذرفورد اي دبليو سي اف سيرتيفايد، اسبن هايسز سيرتيفايد. الفتره الاخيره كمان اشتغلت شويه كورسات هايسز. فعموما ان شاء الله بالنسبه للويل كومبليشن احنا النهارده هنتكلم في حاجه يمكن مش موجوده في الكتب كتير، وهي حته تتابع عمليات الويل كومبليشن. انا موجود على برليمه، درست في الكليه ان انا في حاجه عندي اسمها الكومبليشن، كنت بدرس يعني ايه تيوبنج ويعني ايه اكسسوارز موجوده في التيوبنج ده، ايه الفانكشن بتاعت كل حته من التيوبنج الموجود في البير، لكن مين بيسبق مين، وهل العمليه بتتم بالبساطه دي ان انا مجرد بعمل رانين هول بتيوبنج سترنج وكومبليشن سترنج ولا لا؟ هنشوف مع بعض ان الموضوع مش بالبساطه دي. لو انت موجود لو انت معتمد بس على الكلام اللي احنا درسناه في الكليه اللي انا درسته وشفت مناهج كذا جامعه او كذا محاضر، فلا احنا بنتكلم فهو بيعرفك الحاجه دي اساسها ايه، لكن كاوبريشن بقى بسيكونس وبترتيب وبجيم بلان لا، الموضوع مختلف تماما. بتلاقي في حاجات بتسبق حاجات، حاجات بتضطر تاخد فيها قرار سريع جدا، ولازم يكون عندك الاكسبيرينس بتاعت الشغلانه دي، هو مين بيسبق مين ومين اللي المفروض يجي الاول ومين اللي بعده. فاحنا هو ده ان شاء الله، هو ده اللي انا اقصد بيه في السيكونس اوف اوبريشن. تمام، احنا بس الاول هنتفق ان شاء الله كل نص ساعه هيكون عندنا خمس دقائق في نهايه اول نص ساعه، اي حد عنده سؤال هنعمل ان ميوت وناس تبقى لايف معانا، اي سؤال محتاجين احنا نرد عليه او نتكلم فيه بسرعه جدا. هحاول كمان لو انت حابب ان انت تبعت لي ميل ولا حاجه ان انا ابعت لك اجابه وافيه اللي انت محتاجه، فان شاء الله هحاول ان انا اساعد قد ما اقدر، وهنكون مع بعض باذن الله. الواتساب الميل اللي انتم محتاجينه ان شاء الله انا متابع معاكم باذن الله. طيب احنا السكيدول بتاعنا هيبقى حاجات يمكن اول مره نسمعها، حاجات هنحاول بقدر الامكان ان احنا نقرب قوي من الانفيلد اوبريشن او الجوب بيتم ازاي. ازاي لما همسك ريبورت صغير كده او جيم بلان الكومباني مان عامله، احنا كل جوبايه قبل ما بنعملها شباب بنبقى عاملين لها جيم بلان. يعني ايه جيم بلان؟ يعني ببقى كاتب خطوات كده، اول حاجه بروسيدر، اول حاجه مش عارف الكومباني مان هيبلغ التول بوشر ان هو يقفل البير،
تاني حاجة بعد ما نتأكد من كده نأكد إن الكوم يونت أو وحدة الويل كنترول الموجودة في البريمة افيلابل اول تايم. هنأكد بعد كده في تالت حاجة إن السيمنت تراك مثلا انسايت وفي كونكشن تمام ما بينها وما بين الويل هيد. هنأكد بعدين إن إحنا عملنا بريشر تيست للسيرفيس إكويبمنت لحد 1440 أو لحد 1400 بي اس أي كرقم ستاندر. بعدين هأكد إن مش عارف مين موجود في المكان الفلاني. كل دي بتبقى خطوات كده قبل كل جوباية بيكون عندي شيت صغير كده الكومباني مان بيكتبه ويبدأ يوزعه على كل الناس اللي هي associated with الأوبريشن. تمام. الجيم بلان زي ما اتفقنا هوريك حاجه شبه الجيم بلان بعد شويه، لكن هو بتبقى مجرد خطوات مكتوبه، ما ينفعش ان انا اعمل باي باس على واحده منهم، لازم ان انا امشي 1 2 3 4 5 واكد على كل واحده، على كل واحده منهم خلصت امتى ومين اللي كان مسؤول عنها. تمام. ده اذا كنا في نورمال درينج اوبريشن، اذا كنا بنعمل راننج للكيسنج، او اذا كان حتى بنعمل سيمنت، بنعمل كومبليشن، كل حاجه بنعمل لها جيم بلان قبلها. وطبعا بيكون عندي داتا اصلا افيلابل، زي ان انا بيكون عندي داتا جايه من الاوفست ويل. اوفست ويل ده يعني الابار المحيطه اللي حواليا اللي اتحفرت في المنطقه، والاكسبيرينس بتاعت الناس اللي كانت في المكان ده. شاف والله كان طلع لي طبقه استريكه كده من الفورميشن كانت فيها جاز بوكيت، طبقه كده كانت موجوده في القشره الارضيه واحنا بنحفر عند دبس 1000 متر، ما كانش حد عامل حسابها وطلعت ضغط كبير. ده انا وانا نازل في بير مش عارف قريب مني بحوالي 5 كيلو مثلا، البير ده لقيت فيه بوكيت اتش 2 اس. لا ده كان في عندي طبقه فيها ديبليشن، الضغط بتاعها منخفض فعملت لي امتصاص للطفله بتاعتي. كل الاكسبيرينس بتاعت الناس اللي سبقوني في المنطقه المفروض انها الشركه اللي انا بحفر معاها بتكون جايباها لي وحطها لي في ريبورت كده، بتقول لي والله الهيستوري بتاعت اللوكيشن دي 1 2 3 خد بالك كمود انجينير، ككمباني مان، كدريلر، كتولبوشر، كل الناس اللي هي انفولفد في الاوبريشن لازم انها تكون عامله حسابها عليه. بيكون عندي كمان داتا جايالي من القاهره الهندسيه، هناك بيبعت لي ريبورت يقول لي والله البير اللي احنا هنحفره التراجكتوري بتاعه او زاويه الميل بتاعته هتكون بزاويه قد ايه، وعند دبس قد ايه هنغير الطفله، ونوع الطفله اللي انا هشتغل بيها عند كام هتبقى كام. كل ده بتبقى داتا افيلابل. انا المفروض ان احنا مش هنتكلم في الكلام ده لان ده حفر، لكن انا همشي معاك بس في حاجه بسيطه جدا، وهي ان الكومبليشن هي مرحله وسطيه دايما ما بين الحفر وما بين البرودكشن. وجود كومبليشن او الكومبليشن لو هو ماشي بشكل كويس فانت تضمن فتره عمر اطول للبير، انتاج اعلى للبير. كل ده بيبقى متعلق اساسا بفكره الويل كومبليشن تمت تمام ولا لا. باشمهندس محمد تقريبا في مشكله في الصوت عندك. باشمهندس محمد محسن تمام مع حضرتك يا هندسه. هندسه بس في معلش في صوت جامد كده. تمام يا هندسه. طيب يبقى احنا بنتفق ان الكومبليشن هي مرحله وسطيه ما بين الانتاج وما بين الحفر. فانا قبلها كنت المفروض ان انا بعمل عمليات الاكسبلوريشن، والناس بتاعت الجيوفيزيكس والاكسبلوريشن والجيولوجيست بتبقى شغاله بترسم خرائط كونتوريه وبتديني داتا عن اللوكيشن وبتعمل لي سب سيرفيس مابنج وبتعمل لي كل الكلام ده، وتبدا انها تقارن ما بين الفورميشن اللي انا نازل احفر فيها الدبس بتاعها لحد فين. كل ده بيبقى مرحله اكسبلوريشن. بعد كده بندخل في مرحله الويل كونستراكشن او مرحله الحفر اللي هتتم عن طريق الدرينج انجينير والدريلنج ديبارتمنت، اللي هتبدا انها تعمل لي هول. الهول دي توصل لي بيه لحد باي زون او طبقه منتجه فيها الاويل اند جاز. طيب المرحله اللي بعد كده هتكون مرحله الكومبليشن اللي بيتولى امرها الكومبليشن انجينير. طيب في الوقت ده بتكون عندي فيه برليمه موجوده، البرليمه بتكون ما زالت موجوده، يعني انا كده معايا دريلنج انجينير. بالاضافه الدرينج انجينير هيعمل لي مساعده اثناء ما انا بعمل الكومبليشن ككومبليشن انجينير، هيساعدني في حاجه واحده وهي عمليه الويل كنترول. مرحله الويل كنترول يعني ايه؟ يعني لا قدر الله في حاله اي ان ريليز للهيدروكربون او ريليز الهيدروكربون بشكل غير متوقع او بشكل غير طبيعي، هو المفروض ان هو هياخد الاكشن على طول ان هو يعمل كلوز ان للبير. تمام. طيب بعد الكومبليشن هتبدا مرحله عمليه وضع البير على الانتاج عشان ان انا ابدا ان انا اخد ارباح. لحد الكومبليشن انا كنت بصرف فلوس على البير، كل ده كان بالنسبه لي كابيتال كوست،
كابكس. طيب بعد شويه وصلت لمرحله ان انا البير كده دلوقتي جاهز للانتاج، فهبدا ان انا انتج من البير وبستمر في عمليه الانتاج شهر 2 3 سنه 5 10. كل بير بيكون ليه البرفورمانس بتاعه وبيكون ليه البارامتر الخاصه بعمليه الانتاج واطاله عمر الانتاج في البير ده. طيب اثناء عمليه الانتاج انا بكسب فلوس، لكن بيكون عندي حته ثانيه وهي عمليه الاستيميوليشن او تحفيز البير على الانتاج او عمليه الويل اوبتمايزيشن. البرودكشن اوبتمايزيشن معناها ان انا ساعات بحتاج ان انا اعمل مثلا نيتروجين ليفت، احقن اسيد في البير عشان ان انا اخد انتاج اعلى منه، اعمل هيدروليك فراك عشان ان انا اكسر الطبقه اللي تحت دي افتتها وابدا ان انا اعمل مسارات جديده لاعمل فلو باسج للهيدروكربون الموجود في الفورميشن ده ان هو يطلع لي على السيرفيس عن طريق استيميوليشن. كل دي فلوس بدفعها. ممكن احتاج ان انا اعمل ريبيرث، ان انا خرم في طبقه ثانيه عشان انا انتج منها. ساعات بحتاج ان انا بيكون عندي انتاج للووتر، ووتر برودكشن، فبعمل له حاجه اسمها الووتر شاتوف. طيب البير انتج لفتره معينه، خلاص البير وصل لمرحله ان هو ما عادش فيه ريزيرف، الاحتياط اللي في البير خلص، هبدا ان انا اوصل بالبير لمرحله الاباندمنت او عمليه الترك او الهجر، بان ارجع اللوكيشن ثاني زي ما كانت واقفل البير بتاعي باسمنت، بعمل سيمنت بلج بنسميها البي اند اي بلج اند اباندمنت. بعد كده ببدا ان انا اسيب اللوكيشن دي وامشي بعيد عن البير خلاص. بس طبعا بعد ما بكون ما بتكون خلاص اللوكيشن دي رجعت تاني، انها اذا كانت بتزرع تزرع، البيئه بتيجي تستلمها مني تحت ريجوليشن معينه وقواعد معينه. طيب اللي انت ما شفتوش اثناء عمليه الكيسنج او لما درست في الكليه عمل الكيسنج، انت طبعا درست الكيسنج بروبرتيز وازاي انا اعمل سيليكشن للكيسنج وازاي انا اعمل ديزاين للكيسنج، ده ديبند على البارست وعلى الكولابس وعلى التنشن، هو ده اللي احنا درسناه في الكليه. لكن انت ما تعرفش الاوبريشن فعلا هتتم ازاي، ان انا بعد ما حفرت اول بيئه اول عملت هامرنج لاول ماسوره حفر في الاول ماسوره كيسنج اللي هي تقريبا من 30 انش ل 36 انش اللي هي بنسميها كوندكتور بايب. الكوندكتور بايب ده بروح الاقي الشكل بتاعه بالشكل ده، بيفيلد مقطوع ب كولد كاتر، ده بنسميه كولد كاتر، بيكون فيه قلم مخرطه كده في الجنبين دول، بيبدا ان هو يقطع الشكل اللي انت شايفه ده، ده مقطوع ب بالحام ببوري الحام. انا بحتاج ان انا اعمل له عمليه تسويه او عمليه محاذاه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. فالسيرف السيرفس كيسنج، وانس ان انت عملت رانين هول بالسيرفس كيسنج، المفروض ان انت هتسويه بالشكل ده عن طريق القطر ده عشان ان انت توصل للشكل ده وتبدا ان انت تركب اول ويل هيد. يمكن هو ده من الاجزاء برضو اللي احنا ما بنشوفهاش كتير في الكليه، لكن مهم ان احنا نكون عارف. تمام. طيب فاحنا المفروض ان انا هكون مطلوب مني ان انا اعمل انستوليشن للويل هيد. هعمل انستوليشن للويل هيد ازاي؟ عن طريق ان انا قطعت الكيسنج سويته، بعد كده جبت الفلانشه او الفلانج اللي هو اسمه الكيسنج هيد او الكيسنج هيد سبول، وهبدا ان انا احطها على الماسوره دي وابدا ان انا اعمل لها الحام من الجنب اللي انت شايفه تحت ده، او ساعات بتكون سكرويد سن اللي هو ثريد، بتبقى ساعات ثريد ساعات سكرو ساعات ويلدنج، لكن في النهايه اللحامه هو شغال بيلحمها. طبعا في الوقت ده البير بتاعي لسه ما فيش فيه اي مشكله هيدروكربون، ما عنديش اي مشاكل ممكن تحصل من عمليه اللحام اللي بتتم. بعمل لحام خارجي ولحام داخلي. الماسوره اللي تحت دي هي ماسوره الكوندكتور كيسنج. الماسوره اللي جواها اول كيسنج بتركب عليه البلو اوت بريفنتر هو هو السيرفيس كيسنج. طيب هنسال سؤال وهنتظر اجابته ان شاء الله في الاخر. ايه هو السؤال؟ كنا هنتكلم عن، احنا قلنا ان اول كيسنج ركبته هو السيرفيس كيسنج. طيب لما السؤال يجي بقى معلش الدنيا تهت شويه. فاحنا بنتكلم ان احنا كده ركبنا الكيسنج الاولاني والكيسنج هيد خلاص تمام، وهنبدا بعد كده عمليه السيمنت اللي احنا اتفقنا عليها. خلاص عمليه السيمنت خلصت، انا كده حطيت سيمنت، السيرفيس كيسنج موجود، ركبت الكيسنج هيد سبول او الكيسنج هيد هاوسنج اللي انت شايفها دي، وعملت لها الحم من جوه والحم من بره، ودلوقتي بقت هي دي البيز. السؤال بتاعي قبل ما بركب البلو اوت بريفنتر، فعمليه عمليه الحفر الاوليه اللي انا بسميها السيرفيس كيسنج او السيرفيس سيرفيس هول دريلنج، بيبقى عندي ايه وسيله البروتكشن بتاعتي في حاله ان يحصل مشكله بيفور البلو اوت بريفنتر؟ ايه اللي انا كنت مركبه على البير عشان ان انا اضمن
ما يحصلش ريليز الهيدروكربون بشكل غير متوقع، او هي وسيله الويل كنترول اللي انا كنت بستخدمها قبل ما اركب البلو اوت بريفنتر. هستنى الاجابه بتاعت السؤال ده ان شاء الله في بعد نص ساعه، اللي هو في اول نص ساعه كويشن. طيب يبقى احنا كده ركبنا الكيسنج هيد او الكيسنج هيد سبول، ركبناها زي ما انت شايف، وبقى عندي فيه هنا هول اهي. الهول دي هبدا ان انا اكمل حفر فيها من غير اي مشاكل. تمام. طيب بعد ما ركبتها هيكون عندي، انا ركبت الكيسنج هيد ده اللي احنا اتفقنا عليها، هبدا اجيب البلو اوت بريفنتر وابدا ان انا اعمل له نب الاب. خلينا بقى نحفظ المصطلحات اللي انت هتشوفها اكشوال في البريمه او في اي دريلنج ريبورت. مش هتلاقيه كاتب لك انستول البي او بي، مستحيل، هتلاقيه دايما كاتب لك ان يو. فان يو يعني نب الاب. تمام. نب الاب يعني تركيب. لما اجي اقول على كريسماس تري بقول لها نب الاب، لما اجي اقول على البلو اوت بريفنتر بقول له نب الاب. طب لو هشيله من مكانه يبقى نب داون ان دي. تمام. فيا ريت نبقى حافظين المصطلحات دي، هتخدمك كتير جدا لو انت بتقرا ريبورت او بتعمل مشروع تخرجك وشفت دريلنج ريبورت بيبقى عامل ازاي، فهتلاقيه دايما البلان بتاعته كلها كاتب نب الاب، نب داون، رانين هول، ار اي اتش، بي او اتش. فكل المصطلحات دي هنحتاج ان احنا نكون عارفينها مع بعض، نبقى متابعينها ان شاء الله. تمام يا هندسه، الله ينور. جميل. الدايفرتر اللي بنستخدمه في عمليه الويل كنترول في اول دريلنج للسيرفيس هول. تمام. طيب هكمل عمليه الحفر. مواسير الكيسنج وهي بعمل لها بول اب، بنسميها كده بي يو، بول اب اند ميك اب. هتلاقيها دايما كده على الكيسنج لما يجي يتكلم فيه، فتلاقيه بيقول لك بي يو اند ام يو. يبقى بول اب اند ميك اب معناها ان انا بول اب، يبقى انا هاخد المواسير بتاعت الكيسنج دي من على المشايه اللي تحت وابدا ان انا اعمل لها، اطلعها على ريك فلور، بعمل لها كده بول اب. طيب بالاضافه ان انا هعمل لها ميك اب، يعني هبدا ان انا اجمعها في البيل او هبدا ان انا احطها في البيل. طيب العمليه هتتم ازاي بسرعه جدا؟ بيكون عندي هي دي اللوتري تيبل وماسوره الكيسنج اللي هي السيرفس كيسنج القديمه واصله لحد ليك فلور اهي. انا ببدا اجيب اول ماسوره كيسنج واعمل لها ليفتنج عن طريق الهويستنج سيستم اللي في البريمه، وابدا ان انا انزلها جوه الماسوره القديمه اهو، احط السليبس بتاعي عشان ان انا اثبتها واوقفها مكانها. ابدا ان انا اجيب ماسوره ثانيه سبتها كده في البيل اهي، خلاص متعلقه على اللون الاحمر ده، اسمه اليفيتور او سليبس، سوري سليبس. الاليفيتور دلوقتي هيروح يجيب ماسوره جديده، هينزل يربط الماسوره دي عن طريق سريد. مواسير الكيسنج بتربط في بعضها عن طريق سريد. بيكون في عندي كابلنج او تول جوينت، ده كابلنج، تول كابلنج، تول جوينت كابلنج، وهينزل بالسريد بتاع الكيسنج جوه يربط هنا. طيب السؤال الثاني، يا ريت برضو لو في حد عارف، اللي هو ايه هي انواع الثريدز المختلفه للكيسنج، وايه الفرق ما بينها وما بين اي ثريد تاني؟ ليه انا عامل ثريد معين للكيسنج؟ الثريد ده ليه اشكال معينه. واخر اسئله في امتحانات الهيئه والانترفيوهات بتاعت الشركات كانوا بيسالوا كتير جدا على الثريد، رغم ان هو مش حاجه اساسيه بندرسها في الكليه برضه، دي حاجه احنا بنشوفها في الشغل، بتبقى منتشره شويه او ليها وضعها يعني. طيب يبقى ده سؤالنا، ايه هي الانواع المختلفه اللي انت تعرفها للثريد الخاص بالكيسنج. طيب الماسوره بتبدا تنزل، اربطها في الماسوره اللي تحتها، نزلت اتربطت كده، بقى عندي ماسورتين جوه البير. كمل، شيل السليبس، انزل بقى جوه البير بالمواسير اللي معاك دي، حط سليبس دلوقتي، رمينا سليبس. بعد كده هطلع بالاليفيتور، هاخد الماسوره اللي بعدها، وهكذا هبدا ان انا انزل جوه البير عشان ان انا اعمل كونكشن لمواسير الكيسنج دي ببعضها واوصل للتارجت بتاعي. في حد جاوب تقريبا؟ الباترس، الفام توب، النيو فام، بيرفكت يا هندسه، الله ينور. في طبعا الانجلو، في كذا نوع تاني، في الاي بي اي، في البريميوم، في كذا نوع من الثريدز اللي احنا بنستخدمها ككيسنج، وهنتكلم برضو عن حاجه قريبه منها ان شاء الله دلوقتي. طيب يبقى احنا كده عملنا كونكشن للمواسير بتاعت الكيسنج تنزل في الهول. طيب من اهم الحاجات او الاكسسوارز المهمه اللي احنا لازم يمكن بننساها دايما في الدراسه، وهي السنترلايزر او السنترلايزيشن بتاعت الكيسنج. الكيسنج ليه اكسسوارز بتنزل معاه زي الكيسنج شو. الكيسنج شو دي بتكون مكان عباره عن تشيك فالف، وان واي فالف. وان واي فالف يعني ايه؟ يعني هيسمح بان السيمنت اللي موجود جوه الكيسنج يخرج منه عن طريق الفتحه الصغيره دي
وما يرجعش تاني. فبالتالي هو تشيك فالف او وان واي فالف بتكون مصنوعه من ماده شبيهه بالاسمنت او الخزف. وانس ان انت نزلت في البير وعملت بامبنج للسيمنت وكله تمام وويت اون سيمنت، هبدا ان انا انزل احفرها، هتتحفر بسهوله جدا. في ناس بتبقى متخيله انها مصنوعه من الحديد، فبتبقى عماله تتخيل ازاي الدريل بت هيحفر في الكيسنج شو دي. لا طبعا، هي بتبقى مصنوعه من حاجه شبيهه بالاسمنت شويه او الخزف، ماده بريتل سهل ان انا اكسرها او ان انا احفرها، بعمل لها ميلنج بسهوله جدا عن طريق الدقاق، وبتتحفر وبشوفها فوق على الشيل شيكر في الطفله اللي راجعه لي بعد شويه، بشوف على الشيل شيكر بقايا من فتات الكيسنج شو. بيبقى عندي سنترلايزر وسكراتشرز، الهدف منهم ان هم يخلي لي الكيسنج ما فيهوش لو سايد وهاي سايد. لو سايد وهاي سايد يعني ايه؟ يعني يخلي الكيسنج سنترلايزد في في الهول بتاعته، وبالتالي يمنع ان يكون فيه جزء مليان اسمنت وجزء تاني فاضي. الكيسنج ما يريحش على احد جدران البير زي ما احنا شايفين. البير ما بيبقاش اتس نوت ابيس اوف كيك، يعني مش حاجه اللي هي سليم قوي. لا، انت حافر بشكل عشوائي، شكل ممكن يكون البير بتاعي مش سليم هول، ممكن يكون فيه كذا حاجه. فعشان كده، عشان اضمن ان الكيسنج سنترلايزد وان بليس بيرفكت ان بليس، فبيبقى التارجت بتاعي هو اني اعمل سنترلايزيشن للكيسنج عشان اضمن ان الكيسنج هيكون في توزيع يونيفورم ديستريبيوشن اوف سيمنت اراوند ذا كيسنج. تمام. طيب خلاص، انا الوقت نزلت وصلت لحد الكيسنج سيتنج ديبس. الكيسنج سيتنج ديبس ده بيكون موجود في الدرينك بروجرام، بيقول لي والله ان افضل مكان تعمل فيه سيتنج للكيسنج يكون هنا كده، او يكون عند بدايه طبقه، مش عارف مثلا طبقه مرمريكا ولا طبقه ابو رواش ولا الطبقات دي. بيبقى عندي من العمود الجيولوجي بتاع المنطقه ببقى عارف افضل مكان اقدر ان انا اعمل عليه بريمير فور ستين هانتنج بارس. جميل جدا يا هندسه. فبنتكلم عن ان الكيسنج دلوقتي خلاص عملت سيتنج للكيسنج او راننج للكيسنج، هبدا ان انا مرحله السيمنت بامبنج. حقنت اسمنت، الاسمنت دخل جوه الكيسنج، عدى من الفلوت كولر والفلوت شو، بعدين عدى من التشيك فالف اللي اتفقنا عليه، وبدا يملى لي الفراغ الحلقي اللي موجود حوالين الكيسنج هنا ما بين جدار البير وما بين مواسير الكيسنج، وبدا يطلع لي على السيرفس. سؤالي هنا برضو من ضمن الحاجات اللي انا محتاج اعرفها، انتوا عارفينها ولا لا، انا ازاي بشوف الاسمنت اللي طالع لي؟ انتوا عارفين ان لون الاسمنت شبيه جدا بلون الطفله، يعني الدريل المد او الدرينج فلويد بيبقى قريب جدا في الكلر بتاعه من السيمنت. السيمنت بيبقى عليه ميه كتير، بتبقى حاسس ان هو ليكويد قوي. طيب انا باكد ازاي فوق اصلا على ليك فلور او على السيلر؟ بتاكد ازاي ان انا السيمنت بتاعي عملت بامبنج والسيمنت خلاص ملالي اللوكيشن دي وطلع لي لفوق؟ ما ممكن حساباتي تكون غلط. لو في حد عارف احنا ممكن ناكد ازاي ان الاسمنت وصل للسيرفس، يا ريت، بس دي لازم حد يكون شافها بعينه لانها مش في اي كتب. طيب خلينا ماشيين لحد النص ساعه. ازاي بتاكد ان الاسمنت لما عملت عمليه الاسمنت، السيمنت اللي خرج من الانيولس ده المفروض ان هو رجع لي فوق على الشيل شيكر، ازاي ان انا بتاكد ان ده اسمنت مش طفله؟ طيب ده سؤال هنشوف لو في حد لا سيبك من الفيديو ال، انا لسه مش هعمل سي بي ال وفيديو ال دلوقتي خالص، انا لسه بعمل بامبنج للاسمنت، لسه حاليا بعمل بامبنج للسيمنت، والسيمنت لسه ليكويد، لسه ما حصلوش سوليديفيكيشن. انا عاوز اتاكد ان انا ضخيت كميه اسمنت مظبوطه وخلاص مالت كل الانيولس وطلعت لي على السيرفيس فوق. ثرو ذا سيمنت هيد، هتعرف ازاي من السيمنت هيد؟ السيمنت هيد ده انت عملت بيها بامبنج في الكيسنج. طيب بسيطه جدا، خليني معلش اقول لك ببساطه، كميه الطفله، ما هي كميه الطفله دي هندسه زي ما اتفقنا برضو مش هتقدر ان انت تعرف. The chemical added to return if the color perfect. يا هندسه خلاص انت جبتها. اقول بقى للناس معلش الموضوع يعني خلاص كده انت قلت الكلام. انا عندي دلوقتي يا شباب عندي فيه هوله هنا بحفرها، حفرت الهول دي تمام ونزلت كيسنج، الكيسنج اهو نزل، والمفروض ان انا الاسمنت اللي انا هضخه في البير المفروض ان هو كميته احنا حاسبينها، لكن زي ما اتفقنا في تعريجات في البير كده ممكن تخلي لي في لوسز عاليه او في كميه فقد في كميه الاسمنت مش محسوبه.
طيب انا ازاي اتاكد ان الاسمنت اللي انا ضخيته ده مالى كل الحته دي كده وطلع لي على السيرفيس فوق بقى في اكسس سيمنت، اسمنت مالى الحته دي كلها كده وطلع لي على فوق على السيرفيس؟ اعرفها ازاي؟ اعرفها عن طريق ان احنا اتفقنا ان السيمنت، انا دلوقتي عندي حاجه من اتنين اللي راجع لي من الانولس ده، حاجه من اتنين، لا اما مض لا اما سيمنت. هفرق ما بين الاثنين ازاي؟ عن طريق الكواشف الحمضيه والقلويه. تفتكروا لما كنا بنستخدم ورق عباد الشمس ان هو في المواد الحمضيه مثلا، احنا الطفله بتاعتنا الاول البي اتش بتاعتها اراوند كام؟ حد عارف؟ يعني الطفله اللي احنا بنستخدمها البي اتش بتاعها حاجه مهمه جدا جدا في الطفله. عارفين اولا ايه الفانكشن بتاعت البي اتش؟ يعني لو بي اتش مض هيعمل ايه والهاي بي اتش مض هيعمل ايه؟ اعلى من 7، جميل. هي من 9 لحد 11، يعني خلينا نقول مود انجينيرنج، ايوه، فينول فيسالين، بيرفكت. اعلى من 7 9 7، لا احنا دايما اعلى من ال 8 واعلى من ال 9 كمان. البي اتش دايما بنحاول ان احنا نحافظ عليها ما بين 9 و 11. ليه 9 وليه 11؟ اول حاجه ان البي ان الكيميكال او الاديتيف اللي احنا بنضيفها في الطفله لازم البي اتش بتاعها يكون اعلى من 9. ليه اعلى من 9؟ عشان لو الكيميك لو البي اتش دي اقل من 9 الاحماض الكيميكال دي مش هتتفاعل مع بعضها. لو البي اتش اقل من 9 الكيميكال مش هتتفاعل مع بعضها، مش هيحصل امتزاج كامل ما بين الووتر والان اي سي ال او الكي سي ال اللي انا بضيفه، مش هيحصل امتزاج قوي ما بين البنتونايت والووتر. فانا دايما اقل من 9 الامتزاج الكيميكال دي مع بعضها مش هيبقى افكتيف. طيب واكتر من 11؟ في وقت من الاوقات يا شباب احنا بنحتاج ان احنا نضيف بعض انواع البوليمر. البوليمر ده عباره عن كيميكال بستخدمه عشان ارفع فيسكوسيتي او ارفع اسيد، لازم يكون 9 ل 11 عشان لو كان هيحصل تفاعلات بين الطفله وبين الصخور. مش دايما حته التفاعل ما بين الصخور، يعني الصخور ليه صعب ان يحصل تفاعل، لكن 11 ده بنقول عليه بيحرق البوليمر. يحرق البوليمر يعني ايه؟ يغير الخصائص الفيزيائيه بتاعته، يخليه ما يدينيش الكفاءة اللي أنا محتاجها منه. أنا بضيف بوليمر أرفع بيها اللزوجة أو أرفع بيها بالظبط، وفي نفس الوقت هيديني أسيدك. لو هو أقل من 7 هيعمل لي كروجن للكيسنج. فإحنا دايما بنحافظ عليه في الرينج ده عشان ما أحرقش البوليمرات لو أكتر، وعشان نضمن تفاعل محترم ما بين الكيميكال دي وبعضها لو أقل من 9. تمام كده، واضحة الحتة دي؟ واتفقنا إن أنا بعرف الموضوع ده إزاي؟ من الحته دي، ان انا بجيب الفينول فيسالين في شكل قطره كده، قطره صغيره كده فيها فينول فيسالين، وارمي منها نقطتين على الريتيرن اللي راجع من البي. لو لونه اتغير مثلا كان احمر بقى بنفسجي يبقى احنا كده ده اسمنت، لو لونه ما اتغيرش يبقى انا ما زلت في المض. يبقى عن طريق الفينول فيسالين او بعض الكواشف الحمضيه برمي نقطتين كده على الطفله اللي راجعه وابدا اشوف البوليمر تو ديكريز الفيسكوسيتي. لا طبعا انا عندي في بوليمرز بستخدمها عشان ارفع بيها الفيسكوسيتي. اللزوجه بتزيد في بعض انواع الاويل بيز مض عن طريق بوليمر اديتيفز. يعني في بعض انواع البوليمر زي الزنسان جام، الزنسان جام ده احدى انواع البوليمرز او الكيميكال اللي احنا بنضيفها على الطفله ارفع بيها الفيسكوسيتي وفي نفس الوقت احافظ بيه على الحراره. الفيسكوسيتي عدوها الاول هو ايه؟ هو الحراره. الحراره لما تزيد على الطفله تبدا انها تقلل الفيسكوسيتي بتاعها. وكلمة فيسكوسيتي في الطفلة بنقول عليها ريولوجي. علم الريولوجي هو علم مختص بدراسة الشير ستريس. تمام. أنهي نقطة يا باشمهندس محمد عبد الصادق؟ معلش. إحنا بنقول يا شباب إن إحنا في أنواع من الطفلة بحتاج إن أنا أضيف للطفلة بوليمر عشان البوليمر دي مسؤولة عن إنها ترفع الفيسكوسيتي بتاع الطفلة. أنا محتاج أرفع فيسكوسيتي للطفلة ليه؟ لأن الفيسكوسيتي بتاع الطفلة دي هي المسؤولة في الاساس عن عمليه الكارينج كاباسيتي او الهول كلينج، هي دي اللي هتنظف البير. فالبير عشان ينضف والكاتنج اللي انا حفظتها تطلع لي على السيرفيس لازم اضمن درجه معينه من الفيسكوسيتي. بنقيس عندها قدره الطفله على انها تعمل لي كارينج للكاتنج. فبضيف انواع من البوليمر زي الزنسان جام. انا ممكن اوريها لكم في برزنتيشن ثانيه. هي حتة إن الطفلة هتحافظ على حتة الكارينج كاباسيتي بتاعتها عن طريق إن أنا ضفت لها بوليمر. طيب البوليمر ده بيتأثر بإيه جدا؟ بيتأثر بحاجتين. أول حاجة الشير فورس، في دريل بت عمال يدور بسرعة كبيرة جدا جوه
او بيعمل تقليب للطفله دي، فبيكسر الروابط اللي ما بين الطفله دي وبعضها، فده شير فورس قوي جدا بيأثر على الزوجه. المشكله الثانيه هي الحراره، الهاي تمبريتشر اللي في الابار او الهاي بريشر هاي تمبريتشر ويل اللي احنا بنحفرها في بعض الاوقات دي بتسبب لي مشكله، وهي ان الطفله بتفقد خاصيه اللزوج، فببقى محتاج انواع معينه من البوليمر تحافظ على تماسكها مهما اختلف الشير فورس او مهما عليت الحراره. تمام الحته دي تمام كده واضحه ان شاء الله. طيب اتفقنا ان احنا كده خلاص اتاكدنا ان انا بقى عندي سيمنت كمان. تمام السيمنت هبدا ان انا اركب بقى الكيسنج هيد. السيمنت هيد بتركب فوق هنا كده فوق على هي دي السيمنت هيد. السيمنت هيد دي بيكون فيها 2 او 3 فالفز، بيكون فيها تحت هنا خالص في عندي حاجه اسمها البوتوم بلاج، وهنا فوق خالص بيبقى عندي فيه التوب بلاج، وما بينهم بيبقى فيه حاجه كده تمنع ان الاثنين يقربوا من بعض. اول حاجه لما انا بدات ان انا اضخ الاسمنت، الاسمنت عملت توصيل ل عملت توصيل للترك اللي بتضخ الاسمنت او المطبخ السيمنت بامب، بدات تضخ الاسمنت، فتحت لها السكه بتاعتها مشيت كده نزلت لقت قدامها البوتوم بلاج، كسحتها قدامها او عملت لها بوشنج قدامها، هتبدا تنزل تعمل لي فاصل ما بين الاسمنت ما بين الدرينج فلويد اللي كان موجود في البير الدرينج مد وما بين السيمنت الجديد، عملت فاصل ما بينهم عشان ما يحصلش كونتامينيشن او ميكسنج ما بين الاثنين. بدات ان انا اضخ دي بدات تنزل، عملت لي كليننج وهي ماشيه ونزلت لسه تحت خالص هنا كده، والسيمنت بقى مالي المكان ده. بعد كده هفتح التوب بلاج، التوب بلاج هتبدا تنزل، اعمل لها سوابنج عن طريق سبيسر سبيسر فلويد، او ساعات ممكن ان احنا نضخ ووتر او درينج فلويد وات ايفر. خلاص الاثنين نزلوا كسحوا الاسمنت، الاسمنت مال الفراغ اللي موجود في المرحلتين كده، خلاص الاسمنت خلص وهيبقى مرحله ان انا هعمل لاندنج للهانجر. طيب اثناء ما انا بعمل السيمنت في بعض الحاجات البسيطه كده بنعملها، وانت واقف على ريك فلور ممكن تبقى مستغرب احنا بنعمل ايه. اولا لازم ان انا اتاكد ان السيمنت مالي الفراغ اللي حوالين الانلس بشكل بيرفكت، ابدا ان انا كل شويه اهز الكيسنج في مكانه، ابدا اعمل خلخله او عمليه فايبريشن للكيسنج، اطلع نص متر وانزل نص متر، اطلع نص متر وانزل نص متر. ايه السبب في الموضوع ده؟ هو ان انا اضمن ان كل حته في حوالين الكيسنج بقت حواليها اسمنت، مفيش حته فراغ، لان لو سبت حته فراغ يبقى انا كده يعني مش هضمن كفاءه الاسمنت. طيب انا دلوقتي بعد ما عملت حته الخلخاله دي او عمليه الحركه اللي بعملها على الكيسنج كده، انا دلوقتي ضامن ان الكيسنج بتاعي اتشبع بالاسمنت تماما، بقى فيه طبقه من الشيت من الاسمنت حوالين الكيسنج. دلوقتي الكيسنج بتاعي بروتكتد من بره بالسيمنت، وبالتالي مفيش اي فورميشن ووتر او كروسيف فلويد ممكن يكون حواليه. ففي الوقت ده بيكون عندي يونيفورم ديستريبيوشن للسيمنت حوالين الكيسنج. طيب في الوقت ده انا بعمل ايه؟ ببدا ان انا ماسوره الكيسنج، فاكرين هي دي ماسوره، هي دي الكيسنج هيد اللي احنا كنا لحمينها مع بعض من شويه، اللي اللحام كان لسه بيلحم فيها، اللي كان عامل لها الحم من بره والحم من جوه لو نفتكر، وهي دي ماسوره الكيسنج الجديده اللي لسه نازله البير. ماسوره الكيسنج دي عشان انها خلاص هي دلوقتي متثبته من حواليها بالاسمنت. طيب هل بس هيبقى اسمنت؟ لا طبعا، هبدا ان انا اجيب حاجه اسمها الهانجر او الكيسنج هانجر، وابدا ان انا اربطه حوالين جسم الكيسنج. من ناحيه هيبقى بيعض هنا عن طريق سليبس، بيعض في جسم الكيسنج من بره، ومن الناحيه الثانيه متشال او شايل وزن الكيسنج ده كله، هي عباره عن عمامه او هيد كده بتكون شايله الكيسنج جوه الكيسنج هيد. يبقى الكيسنج هيد هي الجزء الخارجي ده، الجزء الثاني هو الهانجر. طب بينزل ازاي؟ بتبقى ماسوره الكيسنج الاخيره كده فيها الهانجر كده بركبه حواليها، وابدا ان انا رانين هول انزل كده، انزل لحد ما اريح على الجزء ده. بيبقى فيه شفه كده او جروف جوه الكيسنج هيد بتستوعب الكيسنج وتبدا انها تريح جواه. يبقى انا كده ضمنت ان الكيسنج متشال من فوق على الهانجر، الهانجر شايله ومعلقه على الكيسنج هيد، ومن تحت حوالين الكيسنج دايما في حوالين الكيسنج هيكون في عندي الايه؟ السيمنت. طيب هي دي السيمنت تركز زي ما اتفقنا، بتبدا
السيمنت تراك دي المفروض ان انا كده ركبت اهو الكيسنج هيد، التوب بلاج والبوتوم بلاج، اللون الاسود ده دايما بيبقى هو البوتوم بلاج والاحمر هو التوب بلاج. الفرق ما بينهم ان دي بتكون كومبليتلي سوليد، بتبقى متقفله تماما، عباره عن يعني جزء من الرابر متقفل خالص، والجزء الثاني الاسود ده هو ده الجزء الخاص بيبقى فيه فلابر صغير كده او جزء صغير. لو انا زودت الضغط عن رقم معين 500 بي اس اي مثلا، ابدا ان انا اكسر الكيسنج البلاجه دي وتبدا انها تكون عباره عن ماسوره مفتوحه كده. السيمنت يقدر ان هو يعدي منها بسهوله جدا. طيب هو ركب عمل بامبنج، لما عمل بامبنج ايه اللي هيحصل؟ السيمنت بلاج البوتوم بلاج نزلت وضخ الاسمنت. بعد كده الاسمنت هيبدا ان هو لما يبدا ان هو يحرك التوب بلاج هتبدا انها تضغط الاسمنت ده ويملغ الفراغ اللي حوالين الكيسنج ده يملاه بالسيمنت. تمام، السيمنت زي ما اتفقنا لازم ان انا اعمل موفنج للبايب، ابدا احركها، لازم ان انا اطلع بيها وانزل بيها تحت، لازم ان انا قبل ما اضخ السيمنت يكون في عندي حاجه اسمها سبيسر فلويد، او ان انا اضخ هاي فيسبل، بنسميه هاي فيسبل، طفله لكنها قوامها قوام مائي، لزوجتها عاليه تبدا انها تعمل لي فراغ ما بين الدريلنج فلويد وما بين السيمنت، حاجه تمنع ان الاثنين يقربوا من بعض عشان ما يحصلهمش ميكسنج او يحصل تغير في خصائص الاسمنت، ان هو الخاصيه اللي احنا عارفينها في السيمنت اللي هي السترينث، سيمنت سترينث تتغير لو حصل لها ميكسنج بالكيس بالطفله ده. طيب هو ده نفس الانيميشن نفس اللي حصل من شويه. طيب هوصل بقى لمرحله اسمها دبليو او سي او الويت اون سيمنت. انا دلوقتي ضخيت اسمنت، من الطبيعي ان الاسمنت ده لازم يحصل له سوليديفيكيشن او يحصل له تجمد، يحصل له ان هو يكتسب خاصيه السترينس السيمنت سترينس. طيب احنا كده عدينا اول نص ساعه تقريبا، لو في اي اسئله موجوده احنا ممكن دلوقتي نفتح بقى نتكلم. ريت يا شباب اللي عنده سؤال يعمل اسك تو ام ميوت، وانا بسمح له ان هو يتكلم يعني، او يعمل ريز هاند. مفيش حد هندسه، مفيش حد. جميل جدا يعني ما شاء الله الشرح واضح يعني. في مهندس محمد الغريب تقريبا، تمام اسمح له. اتفضل يا باشمهندس محمد. لحضرتك هندسه. اتفضل يا هندسه. معلش، بالنسبه للويل هيد سواء اي كيسنج هيد هاوسنج او التوبنج هانجر، اي حاجه من دول لازم يكون لهم مكان اللاندنج هانجر السيد فيه؟ طبعا يا هندسه، احنا عندنا كل الكيسنج هيد اللي احنا هنجيها بعد شويه، احنا المفروض ان احنا كنا لسه في التسعه وخمس تتمان او ال 13 وثلاث تتمان، كل واحد منهم بيكون راكب ليه سبوله عشان تشيل اللي جاي بعديه، يعني انا بركب الهيد دي عشان انها تشيل الكيسنج اللي جاي. حتى التيوبنج نفسه هيكون له في حاجه اسمها تيوبنج هيد سبول. التيوبنج هيد سبول دي انا بركبها في الكيسنج هيد بتاع التسعة وخمس تتمان عشان تشيل التيوبنج اللي هيجي لي بعد شويه اللي هو الاربعة ونص او الثلاثة ونص. فاحنا دايما لازم يكون عندي لاندنج اريا جوه الكيسنج هيد عشان انها تقدر انها ينزل جواها هانجر، لاندنج هانجر. تمام هندسه ماشي. طب معلش بالنسبه للسبيسر، السبيسر بيكون بيتضخ بعد البلاجه الحمراء او البرتقاني على طول؟ لا لا يعني... لا، انا البيل كان فيه طفله. تمام. المفروض ان انا دلوقتي هبدا اجهز عشان ان انا اضخ اسمنت. تمام. فقبل ما بضخ الاسمنت بضخ سبيسر فلويد بنسميها الهاي فيسبل، يعني في معظم الاوقات عشان تعملي حاجتين. اول حاجه عشان انها تزق لي، انا بغير في الفيسكوسيتي بتاعتها عن الفيسكوسيتي بتاعت الطفله اللي موجوده في البير عشان ما يحصلش امتزاج ما بينهم. بالظبط كده، فكره ان انت تحط زيت على ووتر، نتيجه اختلاف اللزوجه الاثنين مش هيختلطوا ببعض. فانا بضخها فيها قوام فيسكوس، وفي نفس الوقت هتعمل لي جود هول كليننج. انا قبل عمليه السيمنت لازم اتاكد ان البير نظيف جدا من الكاتنج، مفيش اي بقايا كاتنج موجوده في البير. بروح ابص على الشيل شيكر واتاكد ان الشيل شيكر نظيف جدا.
ما عادش بيطلع عليه اي كاتنج. لو لسه بيطلع عليه كاتنج لازم ان انا اعمل هاي فيس بيل تاني، هاي فيسكس بيل يعني دريلنج فلويد الفيسكوسي بتاعته عاليه والويت بتاعه اقل او الدنس بتاعته اقل من الدنس بتاعت الدريلنج فلويد عشان ما يحصلوش ميكسنج معاه. بيستخدم كهيدروليك هيدروليك سبيسر ما بين تو فلويدز وبعض عشان ما يحصلش اختلاط ما بينهم، وهيضمن لي كمان ان انا اخد هول كليننج. يبقى انا كده ضخيت البله دي، طب البله دي مين اللي هيبقى فوقها على طول؟ البلجه السوداء اللي هي البوتوم بلج، اللي فوق البلجه هيكون الاسمنت. تمام هندسه وصلت الفكره. جميل يا هندسه. تمام في كده اي حاجه ثانيه عند اي حد؟ في واحد بس بيقول ممكن الكيسنج هانجر ثاني. تمام وعموما احنا المفروض ان احنا هنوصل بعد دقيقه كمان لكيسنج هانجر تاني هنتكلم عنه حالا. طيب لا مش هنتكلم كده عن حاجه تانية، انا بس جايب اكزامبل لموضوع الكيسنج هيد والهانجر لان ده بيلخبط ناس كتير جدا عشان ما شافوش الاوبريشن وهي ماشيه ورا بعضها. وللاسف ممكن تروح تتدرب في برليمه لكن ما تشوفش الاوبريشن دي كلها، ممكن مثلا تقعد اسبوع في البرليمه شفت سيمنت وكيسنج بس، او حظك لو وحش تروح برليمه وهم مخلصين كل الجوبايات دي وشغالين حفر، فاللي هو ما تبقاش شفت حاجه اصلا. والهنجر ده كان فين؟ تمام احنا هندسه اتفقنا ان انا عندي دلوقتي عندي في كيسنج، والكيسنج ده راكب عليه من فوق كيسنج هيد. الكيسنج هيد دلوقتي انا دلوقتي لما هاجي انزل كيسنج جوه البير، الكيسنج ده نزل دلوقتي اهو في البير، انا ببقى عامل حاجه اسمها السبيس اوت. سبيس اوت يعني ايه؟ يعني عارف ان المفروض الكيسنج ده لما ينزل يريح تحت خالص على الـ على السيتنج ليبس بتاعه هيكون باقي لي مثلا 10 متر فوق، فبروح مركب الحته اللي انت شايفها دلوقتي دي هو ده الكيسنج هانجر، بروح لاففها كده على جنب من جناب الكيسنج الماسوره الكيسنج دي وابدا اعمل لي داون لي الكيسنج، ابدا انزل 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 لحد ما الهانجر ده يريح جوه الحته دي، فاهو الماسوره خلاص نزلت ريح الكيسنج هانجر. الكيسنج هانجر ده عامل زي البكر بالظبط يا شباب، بيتكون من جزئين اساسيين الباكينج اليمنت والسليبس او الدايس. السليبس ده هو ده اللي هيمسك في ماسوره الكيسنج او هيعض حديد في حديد، ميتال تو ميتال كونكشن. طيب والجزء اللي هو الاسود ده اللي هو الرابر اليمنت ده هو ده الجزء اللي هيعمل لي سيل لو في هنا بريشر ما يطلعليش ويعدي لي للناحيه الثانيه، فيضمن لي ان المكان ده معزول كومبليتلي ايزوليتد. فدلوقتي انا المفروض ان انا نزلت الهانجر وعملت له لاي داون جوه الكيسنج هيد، فبقت الاثنين جوه بعض. بعد كده اللحام هيجي او الكولد كاتر ويبدا ان هو يقطع لي ماسوره الكيسنج لحد هنا. عشان ايه؟ عشان اركب البلو اوت بريفنتر. الاماكن بتاعت الفلانشه دي هي الاماكن اللي هتعمل لي كونكشن ما بين الكيسنج وما بين البلو اوت بريفنتر. طب قبل ما اركبها انا كده خلاص ما عادش عندي فيه كيسنج هيد، فهبدا ان انا يعني خلاص ما عادش عندي فيه سبيس عشان الكيسنج الجديد. فالكيسنج الجديد لما يجي يركب مش هيلاقي مكان احط فيه الهانجر، فهيبقى عندي دلوقتي الدور على ان انا اركب فلانشه جديده كده اسمها الكيسنج هيد سبول. بس الكيسنج هيد سبول دي هتكون خاصه بمين؟ هتكون خاصه بقى بالكيسنج ده، يعني هتكون اسمها 9 و5 8 كيسنج هيد. اللي فاتت دي كانت بتاعه ال 13 و3 8. يبقى الكيسنج هيد 13 و3 8 هي اللي بتستوعب ال 9 و5 8. طيب ال 9 و5 8 هي اللي هتستوعب ال 7 انش. واضحه دي؟ في حد محتاج اي سؤال فيها؟ طيب تمام. نحضر أسئلة بقى للجزء اللي جاي. طيب أنا دلوقتي يا شباب عملت ويت اون سيمنت. ويت اون سيمنت يعني انتظرت لحد ما الأسمنت ده برضه بناخد لها اختصار WOC،
يا ريت نحفظ الاختصارات قد ما نقدر، هتساعدنا كتير جدا. في حاجه، في اسئله؟ تمام يا هندسه. فاتفقنا خلاص ان انا كده عندي الكيسنج اهو زي ما انت شايف. الكيسنج ده اول ما نزل تحت قطعت اهو، ركبت الكيسنج هيد وقعدت بقى انتظر حوالي 7 ساعات 8 ساعات ديبند على السيمنت سلاري بروبرتيز. السيمنت سلاري بروبرتيز معناها ان انا هنتظر لحد ما يحصل سوليديفيكيشن للسيمنت. السيمنت الشركه اللي بتديني السيمنت دي زي مثلا بيكر او شلمبرجير او هاليبرتون بتقولي والله السيمنت بتاعنا هيحصل له هاردنس بعد 7 ساعات هيوصل للكومبريسيف سترينث الكومبليت بتاعه. فبفضل منتظر البريمه بتبقى رافعين الكيسنج بالشكل اللي انت شايفه ده معلقينه على الريك فلور ومنتظرين ال7 ساعات لحد ما يحصل له سوليديفيكيشن. هيجي دلوقتي مرحله ان انا اعمل جوب السيمنت، خلاص خلصت اهو زي ما انت شايف. انا بقى عندي البير كومبليتلي كيس دهول. كيس دهول يعني ايه كيس دهول؟ يعني كل جدران البير دلوقتي متغطيه بطبقه من الاسمنت وطبقه من الكيسنج، وبالتالي الهول بتاعتي دلوقتي انا بعمل ويت اون سيمنت. طيب عند في ال 7 انش وفي ال 9 و 5 8 ساعات بعمل جوب اسمه سي بي ال او سيمنت بوند لوج. السيمنت بوند لوج ده عباره عن نوع من انواع الويل لوجينج عن طريق استخدام راديو اكتيف ماتيريال او كوستيك لوجينج. ببدا ان انا انزل جوه البير بالاي لاين او الواير لاين، بنسميه الالكتريكال لاين اي لاين، وابدا ان انا اعمل قياسات للسكنس بتاع السيمنت اللي حوالين الكيسنج ده. ديبند على ايه؟ ديبند على سرعه الموجات الصوتيه في الفراغ او سرعتها في المواد الصلبه. لما يبقى الشكل اللوج اللي جاي لي ده بياكد لي السيمنت كواليتي حوالين الكيسنج، هل الكيسنج متغطي تماما بالسيمنت ولا في فراغات صغيره او فري بايب اريا حوالين الكيسنج؟ في اماكن الكيسنج بيبقى فاضي من الاسمنت، باد سيمنت. فنشوف هل السيمنت بتاعنا ده الجوبايه مشيت تمام وبقت جود سيمنت ولا باد سيمنت عن طريق ان انا اعمل ايفالويشن بالجوبايه دي. الجوبايه دي بتتعمل، بيطلع اللوج بتاعي بيقول لي والله البير بتاعك شكله عامل ازاي. طبعا الموضوع بيبقى علاقه ما بين السيمنت السيمنت دينس السيمنت يعني توزيع السيمنت حوالين الكيسنج وما بين الدبس. ببدا اعرف ان انا عندي دبس كذا كان عندي فيه باد سيمنت، لا انا عندي دبس كذا كان السيمنت بتاعي تمام. فببدا ان انا اشوف هل في شانلينج. شانلينج يعني ايه؟ يعني في حتت كده زي شانل كده ما فيهاش سيمنت. هل الحته دي كان فيها جاز كات مد، حتت بتبقى فيها فراغات من الهواء او من الجاز، حتت ثانيه بيبقى فيها فين السيمنت توب والسيمنت تاج، فين المايكرو انيولس، كل ده انا بشوفه من السيمنت. واتفقنا ان جود سيمنت معناه ان هيبقى فيه ديستريبيوشن محترم كويس جدا عن طريق السنتراليزيشن اللي انا عملته بالكيسنج اكسسوارز حوالين الكيسنج. لو بصينا هنا هنلاقي السيمنت متوزع بشكل محترم جدا زي ما احنا شايفين هنا كده، السيمنت متوزع كويس جدا. لكن تعالى بقى نشوف هنا لو انا ما فيش سنتراليزيشن كويس، ولو قرينا في مشكله ديب ووتر هورايزون. ديب ووتر هورايزون اسوأ كوارث التاريخ في الاويل اند جاز اندستري. لو قرينا فيها هنلاقي المشكله الاساسيه اللي بدات بيها كل المصايب دي كانت باد سيمنت نتيجه الديستريبيوشن مش تمام للسنتراليزر. يعني لو جينا نبص في الموضوع بقى ونقرا الانفستيجيشن ريبورت بتاع الاكسيدنت اللي حصلت، المين كوز او المين روت كوز كان ان السيمنت اللي حوالين الكيسنج ما كانش تمام، فكان في فراغات حوالين حوالين الكيسنج بدا يحصل فيها جاز شانلينج والغاز يطلع لحد السيرفس او الاويل يطلع لحد السيرفس. فبدايتها لقينا ان كانت التوزيعه بتاعه السنتراليزرز كانت قليله. شركه زي البي بي خسرت الملايين دي كلها بسبب ان هم ما كانوش بيوزعوا، يعني جم يقتصدوا في عدد السنتراليزر اللي هي ببلاش اصلا. 100 دولار للسنتراليزر خسرتهم يعني مليارات. تمام، يا ريت لو حبيتوا تبصوا في الموضوع ده، ما هتلاقوه موضوع شيق جدا يعني. طيب السيمنت بوند لوج زي ما اتفقنا بيطلع لي بالشكل ده، بيطلع لي شكل كده بيبين لي سرعه الصوت في الفراغ اللي حوالين الكيسنج ويقول لي والله انا كان عندي فيه جود سيمنت باد سيمنت. المهم ان انا هو ده مختصر الكلام، ان انت لما هتشوف السيمنت بوند لوج هو عباره عن امبليتيود لمقاومه كهربائيه بتقيس
كل ما كان المكان ده قريب من الزيرو، الموجه دي قوتها قريبه من الزيرو، فاحنا جود سيمنت او جود بوند سيمنت. كل ما كان المكان ده عالي ناحيه ال 20 فيما اكتر، فاحنا كده بنتكلم ان اللي حوالين الكيسنج فراغ او ما فيش اسمنت. فنتيجه الكلام ده بقى ببدا ان انا اشوف ده بور اهو، الجزء ده كده فيه بور سيمنت، الجزء ده فيه جود سيمنت، وهكذا ببدا ان انا انزل السي بي ال سي سي ال سي بي ال سي سي ال. سي بي ال هو السيمنت بوند لوج، والسي سي ال ده هو الكيسنج كولر لوكيتور، اللي هو بيقول لي والله عند الدبس ده بالظبط هتلاقي المشكله بتاعتك فين. شوف حد كاتب حاجه. للاسف يا هندسه جوب السيمنت بيكلف حوالي 20% من اجمالي تكلفه البيئه، وعشان اصلح حاجه باظت الموضوع مش بالسهوله دي، هعمل حاجه اسمها ريميديال سيمنت لو كان الموضوع كارثي يعني، او كان في فراغ كبير في الاسمنت، لكن ده تكلفته بتكون عاليه جدا وبيكون خسائره رهيبه، فعشان كده بيبقى الدفع فيه كتير جدا. فاحنا بنحاول قد ما نقدر ان احنا جوب السيمنت يكون برايمري سيمنت بس، لكن سكندري سيمنت او ريميديال سيمنت ده ممكن اعمله بعدين كورك اوفر، بس الموضوع تكلفته فعلا رهيبه يعني، فبيبقى خلاص البير باظ مني وخلاص وبره بالامر الواقع يعني. طيب انا دلوقتي خلاص نزلت الكيسنج، عملت نب الاب للبي او بي ستاك، عملت لها نب الاب اهو على الانترميديت كيسنج، ودلوقتي البير كيس دهول ومليان بالطفله. هبدا عمليه الحفر الجديده. عمليه الحفر الجديده دلوقتي هبدا ان انا احفر الهول الجديده اللي هي 7 انش، وما انساش بقى في حاجه دلوقتي ان انا بدات، طالما وصلت لل 7 انش فانا كده خلاص هعدي للبي زون. احنا عندنا كل اللي فات ده انا كنت فوق البي زون، مجرد ان انا بعمل مسار عشان اوصل للبي زون. لكن وانس ان انت دلوقتي بدات تحفر في ال 7 انش هول، فال 7 انش هول دي احنا كده بنتكلم ان احنا دخلنا للبي زون. بي زون الف ب، ابدا لو انت كنت بتحفر بووتر بيز مد اعمل ديسبليسمنت للبير باويل بيز مد. فهبدا ان انا اعمل دامبنج لكل ووتر بيز مد اللي كنت بحفر بيه، وهبدا ان انا اغير الدرينج فلويد بتاعي من تايب اويل بيز ووتر بيز تو تايب اويل بيز. تمام، ايه السبب؟ الاويل بيز زي ما اتفقنا ليه خصائص كتير جدا مهم انها تكون مظبوطه جوه البير، يعني بيحافظ لي على الفورميشن، بيقلل لي الفورميشن دامج، بيعمل لي هول كليننج افضل، بيقلل لي اللوسز، بيعمل لي كولينج احسن للدريل بيت، بيعمل لي فانكشنز كتيره جدا. لكن انا ما اقدرش احفر في اويل في بي زون او في فورميشن فيها اويل اند جاز احفر فيها بوتر بيز مد عشان ما يحصليش مشاكل كتيره جدا. طيب ده لو ما كنتش انت اصلا من البدايه بتحفر البير بتاعك ب اويل بيز، يعني في ناس بتبدا من A to Z اويل بيز، تمام كده؟ بعد السباد مد طبعا. طيب ال 7 انش هول بدل ما انا حفرتها حفرت عملت هول كلين زي الفل، عملت ديسبليسنج للبير بكميه درينج فلويد كتيره جدا زي الفل وكله تمام. مش هنزل كيسنج دلوقتي قبل ما اعمل حاجه اسمها الاوبن هول لوج. اوبن هول لوج ليه؟ لان الطبقات اللي انا بحفر فيها دلوقتي او الطبقات اللي انا كشفتها دلوقتي لسه مش سمنتد، دي طبقات المفروض انها فيها اويل اند جاز، فلازم ان انا انزل ان انا اعمل قياسات ليها قبل ما انزل الكيسنج عشان اكون ان كونتاكت او ان دايركت كونتاكت وذ ذا فورميشن. انا محتاج ان انا اكون قريب جدا من جدران البير، اخد عينات عن طريق الار اف تي، او ان انا اخد سامبل من الفورميشن، او اكون قادر ان انا اقيس الاويل ووتر كونتاكت فين، الووتر اويل كونتاكت فين، الاويل جاز كونتاكت فين. كل دي لازم ان انا اكون عارفه عن طريق الاوبن هول لوج، بكون نازل بيه بانواع معينه من اللوجينج. اللوجينج بيكون ان انا اعمل ريكوردنج عن طريق صند. الصند ده بيكون هو ده الجزء اللي تحت ده بنسميه الصند. الصند ده بيكون فيه راديو اكتف ماتيريال، جاما راي، اكوستيك لوج، ريزيستيفيتي، ببدا ان انا انزل فيه كل الانسترومنت الممكنه عشان ان انا اقيس في حاله احفر بيه كلها زياده كوست بالرغم منه. تمام، الاويل بيز انا عارف ان هو غالي هندسه، لكن في بعض الاوقات بيبقى عندي فورميشن هارد فورميشن بحفر في على سبيل المثال في طبقه سولت دوم، بحفر في طبقه شيل، كل دي حاجات عشان اتفادى مشاكلها من البدايه بحفر بالاويل بيز. يعني من البدايه انا بحفر على سبيل المثال في طبقه، والطبقه دي
لقيت فيها مشكلة مثلا انها طبقة شيل كلها او طبقة ملح كلها، لو حفرتها بأويل، لو حفرت الطبقة دي بووتر بيز هيحصل لي كونتامينيشن وهيحصل لي شيل انهبشن وهيحصل لي مشاكل كتيرة جدا، او شيل سويلنج. فعشان احل مشكلتي دي هستخدم اويل بيز مضاد في بعض الطبقات، او هستخدم بعض انواع الكيميكال والبوليمر، اللي هتكون الموضوع برضه هيكون فيه كوست اوبتمايزيشن، لكن ديبند على المشاكل اللي بتحصل. طيب يبقى انا كده نزلت جوه البير ب لوجينج سوند، وبدات ان انا اقيس جاما راي، ريسستيفيتي، نيوترون، بدات ان انا اقيس كل حاجه. بدا في عندي مثلا الجاما راي هيبدا ان هو يقول لي والله طبقه هيفرق لي ما بين الطبقات، بنسميه ليثولوجي لوج. ليثولوجي لوج يعني ايه؟ يعني يقدر ان هو يقيم الطبقات او يقول لي الطبقات دي انهي طبقه. انا عندي الدبس ده تمام، انا دلوقتي عند 7000 اهو، 7010 و20 و30، عند 7030 مثلا او 7060، هي دي 20 تقريبا، 7060 بدات طبقه الساند. يبقى انا كده فصلت ما بين طبقتين، شيل فمعناه ان ممكن يكون كابروك ساند، فانا كده دلوقتي موجود في طبقه تعتبر بالنسبه لي بيزون او ريزرفوار. شيل يعني احنا بنتكلم تتابع الطبقات هتهمني في ايه؟ مين الريزرفوار ومين ومين الكابروك. طيب الريزستيفيتي لوج هيقول لي المكان ده فيه هيدروكربون والمكان ده فيه ووتر، هيفرق لي ما بين الاثنين، هيفرق لي ما بين هيدروكربون وما بين ووتر، وده يهمني جدا. طيب انا عرفت فين الهيدروكربون وفين الووتر، هيكون كمان عندي بقى النيوترون والبالك دينستي اللي هيدوني تفاصيل اكتر. هيقول لي والله الهيدروكربون ده انا هفصله لك كمان، هقول لك ان الهيدروكربون ده فيه جاز بيبدا من عند دبس كام لدبس كام، واويل من دبس كام لدبس كام، وبراين من دبس كام لدبس كام. طيب حد يقدر يقول لي يا شباب ايه اللي انا استفدته من الموضوع ده؟ ايه اللي انا استفدته من ان يبقى عندي اللوج ده؟ هحتاجه بعدين في ايه؟ البرفوريشن بالظبط. انا دلوقتي عن طريق اللوجينج ده هبدا ان انا اعرف السطح الفاصل ما بين الاويل والووتر، وما بين الجاز والاويل، وما بين الووتر والاويل والجاز. طيب انا التارجت بتاعي لما هنزل بعد شويه اعمل برفوريشن او اخرم البيت ده عشان انتج منه، التارجت الاساسي بتاعي هو ان انا اوصل للطبقه دي، احفر في المنطقه دي. طب احفر فين؟ هحفر في منتصف طبقه الاويل. تمام، فاحنا بنتكلم ان انا طبقه الاويل دي هي طبقه التارجت بتاعتي اللي انا محتاج ان انا اعمل لها برفوريشن. طب هعمل برفوريشن فين؟ هعمله في نص طبقه الاويل، فانا محتاج ان انا اكون عارف بالظبط الدبس اللي انا هنزل ان انا اعمل تفجير او تخريم او برفوريشن للطبقه دي. طيب لو انا حسبت الموضوع غلط او ما كانش عندي لوجنج كويس، فممكن انزل اخرم في طبقه الجاز، يبقى دي مشكله كبيره جدا وكارثه لازم تتعالج. ممكن اكون بخرم في طبقه الووتر، يبقى انا البيت بتاعي بقى بينتج ووتر. فبالتالي معرفه الاوبن هول لوج هو ده بقى شهاده ميلاد البير اللي انا هعيش عليها عمر البيت كله. طيب هل اللوج ده ممكن يتغير بعد الانتاج يا شباب ولا لا؟ يعني لما انتج من البير لمده 10 سنين، هل اللوج ده ممكن ان انا ارجع استخدمه تاني ولا خلاص ما عادش ليه لازمه؟ جميل، هيتغير. ليه هيتغير؟ لان الاسطح الفاصله بالظبط، الله ينور، هيتغير لان الاسطح الفاصله ما بين الووتر والجاز والووتر والاويل هتبدا انها تتغير نتيجه الانتاج. الطبقه دي كانت 200 متر اول ما بدات الانتاج لما البير كان فيرجن. طيب النهارده البير بقى بروديوسر وانتجت منه لفتره طويله، فالكونتاكت ده هيبدا ان هو يطلع لفوق، هيبقى هنا كده الووتر بدا ان هو يزحف يعمل ووتر انكروشمنت، والاويل كميته بدات تقل فهيبدا ان هو ينحصر، الجاز هيحصل له اكسبانشن. طيب فبيبدا عمليه زي عمليه الساندوتش. في شركات بقى تيجي تعمل حاجه حلوه جدا وتستخدم اللوج ده في انها تعمل حاجه جدا حلوه جدا، انها تعمل لي بوستنج للبريشر عن طريق انها تحقن غاز في الطبقه اللي فيها غاز وتحقن ووتر في الاكوفر اللي تحت، فانا كده بزود البوتنشال بتاع البير عن طريق ان انا بزود الريزرفوار بريشر عن طريق الووتر انجكشن، منها اتخلصت من الووتر اللي انا بنتجه، بنسميه الانهانسد اويل ريكفري.
بالظبط يا هندسه، تمام بالظبط يا باشمهندس علي. فاحنا بالنسبه لي دلوقتي بقى عندي شهاده ميلاد اوليه للبير، ممكن تتغير بعدين لكن هي دي اللي انا هستخدمها اساسا في عمليه الكومبليشن اللي احنا ما دخلناهاش لسه. يبقى انا من خلال الاوبن هول لوج قدرت ان انا اميز الطبقات، نوع الطبقات ايه، بدايه الطبقه فين، الطب بتاعها فين، والبوتوم فين. بدات ان انا اعرف كمان، احنا كده بنربط الدنيا ببعضها، بنربط حفر بلوجينج ببرودكشن، فهو ده اللي انت المفروض تكون عارفه من النهارده، لان ده المفروض هو ده اللي هيكون السيكونس بتاعت العمليه هتتم ازاي. تمام، طيب مش مجرد ان انا ابقى شاطر في حفر ومطنش لوجينج ومطنش خزانات، لا، خلينا ناخد اللي احنا فعلا محتاجينه، وللاسف كله بنبقى محتاجينه، فيا ريت ان احنا نبقى متابعين كل حاجه بندرسها. صدقني هتلاقي لها يعني في وقت معين هتلاقي لها لازمه مهمه جدا، حتى وان كنت دلوقتي مش مقتنع بيها او فاهم ان انا بدرس ده ليه، صدقني هتحتاج. فانا كده دلوقتي قدرت ان انا اميز كل الكلام ده، خلصت الكيسنج بتاعي والسيمنت، وبقى عندي لازم ان انا اكون عارف دلوقتي ان انا بقى عندي كل كيسنج من دول والمقاس بتاعه قد ايه، كوندكتور مثلا، بعد الكوندكتور في السيرفيس، في البرودكشن، في البرودكشن 2 ممكن او اللاينر. فكل ده ببقى عارفه عن طريق الشكل اللي احنا شايفينه ده، بيبقى عندي فيه انيولس ما بين كل كيسنج والتاني، بنسميه من جوه البرله كده القريب جدا من التيوبنج، هو ده الانيولس A اللي هو لونه اخضر، انيولس B بيكون التاني، انيولس C، كل واحد منهم المفروض ان انا براقب الضغط بتاعه باستمرار. طيب الطبيعي ان ضغط الانيولس يكون كام يا شباب؟ يعني في النورمال صفر. بالظبط يا هندسه، الله ينور. طيب احنا دايما زي ما اتفقنا ان الكيسنج لازم يكون الفراغ اللي ما بينه وما بين التاني زيرو. طب لو الضغط ده زاد، ايه اللي انت هتتوقعه في الحاله دي؟ لو قمت الصبح بتشوف الانيولاس بريشر لقيته فيه 100 بي اس اي، 100 بار، ايه اللي انت في الوقت ده هتقول ايه؟ في ليك حصل. بالظبط، في ليك حصل. الليك ده حصل فين؟ الليك ده حصل حاجه من اتنين، لا اما في باد سيمنت في الحته دي كده خلى الفورميشن ووتر او المياه الجوفيه تبدا انها تعدي وتخرم الكيسنج وتعدي هنا فالانيولس بريشر يزيد، واما في شانلنج فعلا حصل، في شانلنج حصلت من تحت هنا كده، لو السيمنت ما كانش لازق كويس في الكيسنج او كان في طفله ما بينهم فبدا يبقى برضه في شانلنج زي اللي حصل في بريتش بتروليوم دي ووتر هورايزون ماكوندو، حادثه ماكوندو الشهيره. فكل ده ممكن يكون سبب في ان الانولس بريشر يزيد. طب في حاجه ثانيه بتحصل اثناء الويل تيست، بس بنبقى من الاول بلاقي الانولس بريشر بيزيد. يعني ايه الانولس بريشر بيزيد؟ الانولس ده بيبقى مليان براين او كومبليشن فلويد او ووتر، او يعني بيبقى فيه ووتر، خلينا نقول ووتر. الضغط بتاعه ساعات بيوصل 100 بار وانا ما بقلقش خالص، عادي جدا طبيعي. طبيعي ليه؟ ايه اللي انا ممكن يحصل اثناء الويل تيست يخلي الانولس بريشر يوصل 100 بار وانا مش قلقان؟ ايه الاول اللي رفع الانولس بريشر اثناء الويل تيست لما حطيت البير على الانتاج؟ حد متخيل؟ احنا عامة دلوقتي ممكن نفتح هندسة للأسئلة، معانا 5 دقايق إن شاء الله. جميل جميل جميل، بيرفكت. لا، كيسنج بالونينج دي مستحيل، عشان نقول كيسنج بالونينج من مجرد إنتاج، لا ده مستحيل. لكن هي ثيرمال إكسبانشن، ثيرمال إكسبانشن لمين بقى؟ نيومينال سيكنس نوت جود، لا برضه مش هي دي اللي هتبقى ازمه. الكيسنج انا مختاره كويس جدا، الكيسنج خلاص انا مختاره، والبرس والكولابس والتنشن ديزاين بتاعه كان بيرفكت، لكن انا ممكن يحصل ثيرمال اكسبانشن. الباشمهندس قال ثيرمال اكسبانشن يقصد بيها ايه؟ فروم ذا تيوبنج. الثيرمال اكسبانشن اللي هيحصل ان انا البير اللي انا بنتج منه ده يا شباب، في تيوبنج دلوقتي هنا كده، التيوبنج ده دلوقتي لما ابدا ان انا انتج فلويد سخن، درجه حراره الفلويد في بدايه الانتاج ممكن توصل ل 100 درجه سليزيوس، فال 100 درجه دول هيبداوا يتنقلوا
للبريشر للليكويد اللي موجود في الانيولس، فحرارته ترفع، فممكن درجه حراره الفلويد دي توصل لكام؟ ل 100 درجه، فيبدا يحصل له بخر او يحصل له ايفابوريشن. فالايفابوريشن ده يعمل لي ايه؟ يعمل لي بريشر في الانيولس. وانس ان انت وقفت الانتاج، انا ازاي بقى ان انا اتاكد ان الدنيا تمام ودي كانت مجرد ثيرمال اكسبانشن للليكويد اللي موجود او ترابد جوه الانيولس؟ ببساطه خالص، ان انا هفنت البريشر ده وهوقف الانتاج شويه، الضغط ما زادش، خلاص يبقى كده تمام. بدات انتج تاني وبدا الفلويد السخن ده يعدي جوه التيوبينج، فبدا يرفع البريشر او التمبريتشر بتاعت الفلويد اللي هنا، فيسخن فيعمل ايفابوريشن، فتشوف ال 100 بي اس اي او 100 بار. تمام كده واضحه؟ احنا كده يا باشمهندس ممكن نفتح اسئله بعد اذنك دقيقه 5 دقائق. تمام يا هندسه، اللي عنده سؤال يا شباب يا ريت يعمل ريز هاند بس، وانا هسمح له ان هو يتكلم او يكتب في الشات بوكس، تابعينكم في الاثنين يعني. واحد بيقول تاني الحته دي جميل بتاع الثيرمال اكسبانشن. تمام، في اسئله تانية؟ طيب ابراهيم ثانية واحدة اسمح له بس ان هو يبقى عنه. تمام يا هندسة، اقبل يا باشمهندس ابراهيم اتفضل. السلام عليكم يا باشمهندس. وعليكم السلام. لو سمحت بس لو في عندي مايكرو تشانل في الانيلس، مش فاهم ازاي بتاثر يعني على البرودكشن بتاع البير. جميل جميل. طيب خلونا نجاوب على السؤال ده، لان كده السؤال ايه غالبا في معظم الناس كده ما فهمتوش. تعالوا طيب، احنا دلوقتي يا شباب عندنا المفروض ان انا عندي دلوقتي فيه كيسنج، الكيسنج ده جواه مواسير من مواسير التيوبينج ومقفول ما بينهم ببكر، وهو ده الجزء اللي احنا ان شاء الله هنشرحه في الكومبليشن. بس انا بشوف بس الباك جراوند بتاعكم ما شاء الله كويسه جدا. تمام، دي عباره عن حشوه كده بنسميها البكر، هنشوفها بعد شويه. جميل. انا دلوقتي اثناء الانتاج ايه اللي هيحصل يا هندسه؟ هو ده البيزون بتاعتي، هو اللي انا مخرمها اللي عامل فيها برفوريشن، وهو ده التيوبنج، دي ماسوره التيوبنج اللي بالانتاج بيحصل فيها. طيب اول حاجه انا عندي المكان ده فيه ايه؟ المكان ده فيه كومبليشن فلويد، هو ده اللي بنسميه الانيولس، الفراغ اللي ما بين الكيسنج وما بين التيوبنج ده بنسميه الانيولس. الانيولس ده البريشر بتاعه فيه الطبيعي المفروض ان هو دايما اول تايم زيرو. طيب ضغطه اثناء الويل تيست ساعات بيرفع، بيرفع ليه؟ لان ببساطه جدا انت على السيرفيس فوق المفروض ان الحته دي مقفوله كده ومليانه ليكويد. ايه لازمه الليكويد ده؟ الليكويد ده بنسميه الكومبليشن فلويد. الكومبليشن فلويد ده مهمته ان هو بيحافظ على التيوبنج والكيسنج ان هم يحصل لهم كروجن، بيكون فيهم سكيل انهبيتور، بيكون فيهم كروجن انهبيتور، بيكون فيهم بعض الكيميكال اللي بتحافظ لي على الانترنال والاكسترنال سيرفيس بتاع التيوبنج والكيسنج، بالاضافه ان هم بيدوا لي هيدروستاتيك هيد على البكر ده عشان البكر ده يفضل في مكانه. طيب اثناء عمليه الانتاج انا عندي البوتوم هول بريشر، خلينا نقول 1500 بي اس اي، والحراره بتاعت ال 150 سيلسيوس. طيب لو انا بدات ان انا اعمل عمليه انتاج، الانتاج اللي هيحصل فلو من ال 150 سيلسيوس دول هيبداوا يتحركوا جوه الماسوره دي عشان يطلعوا لي على السيرفيس وابدا عمليه الانتاج. بيكون عندي هنا كريسماس تري، انا مركب هنا بريشر جيج اهو عشان اقيس الضغط بتاعي قد ايه. اللي هيحصل ان ال 150 سيلسيوس دول هيبداوا يتحركوا جوه التيوبينج، فيبداوا يعملوا ثيرمال هيت ترانسفير ما بين الميتال بتاع التيوبينج ده وما بين الفلويد اللي محبوس جوه هنا. فانت كانك بالظبط جبت حله فيها ميه وقافلها كويس جدا وبدات تزود الحراره عليها، فنتيجه الحراره دي هيبدا ضغط الووتر ده يطلع بخار، البخار ضغطه يكون قوي جدا،
البخار هيكون قوي جدا، فبالتالي هيعمل لي زياده في البريشر اللي انت شايفه ده، فتلاقيه 100 بار. نتيجه ايه؟ نتيجه ظاهره يا ريت لو كلنا نقرا عنها، حاجه اسمها الثيرمال اكسبانشن اوف ترابد ليكويد. الظاهرة دي لو انت فهمتها هتفيدك جدا جدا في حياتك، لانك يعني بتتفادى بيها مصايب كارثية. ببساطة جدا جدا، انا عندي فيه خط اهو، الخط ده طوله مثلا 10 متر وقطره 4 بوصة. كان في بلف مقفول في الحتة دي كده، وفي بلف تاني مقفول في الحتة دي، تمام؟ وبدأت ان انا اقيس الضغط بتاع المكان ده، الضغط بتاعه زيرو، هو completely filled with water، بلاش ووتر، كومبليتلي فيلد ويز كوندنسيت. حلو كده؟ 10 متر خط 4 بوصه، مصمم ان هو يتحمل ضغط لحد 20 بار. الشمس طلعت النهارده الصبح يا شباب، رحنا نبص لقيت الجيج ده قاري 30 بار الساعه 9 الصبح. الساعه 3 العصر انا قلت البريشر جيج ده بايظ، اكيد البريشر جيج ده فيه مشكله. رحت الساعة 3 العصر لقيت الضغط بتاعه بقى 70 بار، احنا كده عدينا الماكسيمم ليفل بتاع البريشر بتاع الخط ده، الخط ده ديزايند على 20 بار، ممكن ان هو ينفجر على 30 او 40. انا وصلت لحد 70 بار ومتوقع ان المشكلة في البريشر جيج اكيد. اصل مفيش أي مصدر إن الضغط ده يزيد، مفيش حاجة. للأسف اكتشفنا إن المشكلة كلها عبارة عن إن في ليكويد موجود هنا قافل كل حتة في البايب. وانس ان حراره الشمس اللي هي 40 درجه زادت شويه، بدا الليكويد اللي هنا ده يحصل له ثيرمال اكسبانشن، عاوز يتبخر ومش قادر، فبدا ضغطه يعلى يعلى يعلى. واحنا متوقعين ان المشكله مش مشكله بريشر، مفيش اصلا بامب متوصله او اي حاجه متوصله على الخط، فده اكيد بريشر فيك. لكن للاسف طلع ان هو ثيرمال اكسبانشن للليكويد التراب اللي موجود جوه البايب ده. طيب ايه اللي هيحصل لو انت في بروسيس اريا او في مكان فيه حاجه زي دي؟ هيحصل لك انفجار بسهوله جدا، الخط هيوصل للماكسيمم ديزاين بريشر بتاعه ومفيش اي بريشر سيفتي فالف على المكان ده، فهيبدا ان هو ينفجر او يحصل له رابشر من اضعف نقطه فيه. تمام كده الحته دي كده وضحت؟ تمام يا هندسه. جميل جدا. طيب يبقى احنا حته الثيرمال اكسبانشن دي هي دي اللي نقصدها بيها، الليكويد الموجود في الانيولس بدا حرارته تزيد، فبدا يحصل لي زياده في ضغط الانيولس، وبالتالي انا كده. في اي اسئله تانية طيب قبل ما نخلص نعدي فقره الاسئله؟ جميل. طيب في حد سال حاجه تقريبا؟ تمام. طيب احنا دلوقتي وصلنا لمرحله الكومبليشن. انا الجزء اللي فات ده كله الكومبليشن انجينير كان نايم في الكرفان، كان مجرد ان هو ويتنس بس بيتابع الموضوع بيشوف حاجه جديده، لكن ما كانش ليه اي لازمه في الشغل. الشغل اللي فات كله كان شغل ويل دريلنج اللي بيقوم بيه الكومباني مان مع الدريلنج كرو. في الوقت ده هبدا ان انا اجيب شركات السيرفيس كومبانيز. السيرفيس كومبانيز دي اللي هي زي مين؟ زي بيكر هيوز هتجيب لي مثلا سب سيرفيس سيفتي فالف، زي مثلا دوين ويل مثلا هتيجي تجيب لي شويه اكسسوارز في التيوبنج زي النبل، زي التيوبنج سترينج نفسه. شركه جي اي او بيكر هتبدا انها تجيب لي مثلا الويل هيد انجينير. الحاجات دي شركات السيرفيس هتكون موجوده ان بليس. هيكون عندي المود انجينير هيجي مكانه الكومبليشن فلويد انجينير. الحاجات دي هتبدا انها تتغير، وهيبدا في شركات سيرفيس جديده تكون موجوده عندي انسايت، وهيكون مسؤول عنهم مسؤوليه مباشره الكومبليشن انجينير. طيب انا دلوقتي زي ما اتفقنا البيل بتاعي عشان انا دلوقتي ابدا ان انا احوله، احنا اتفقنا ان البيل ده كانت اللاست ستيتس بتاعته عباره عن كيسنج. الزون ده هي دي الزون اللي فيها الاويل اند جاز. الزون اللي فيها اويل اند جاز ده انا عندي دلوقتي مسار من خلال الكيسنج ان انا انزل لحد المكان ده واعمل له تفجير. البير مليان كومبليشن فلويد، مليان طفله، مليان دريلنج فلويد.
انا هكون دلوقتي كومبليشن، هو معناها ان انا هعمل مسار جديد خالص يحصل فيه البرودكشن. طب ليه ما انتجش من الانيولس؟ حد عارف يعني ليه ما انزلش اعمل برفوريشن دلوقتي على طول في البيز زون وانتج منها من الانيولس؟ مش تكلفه زياده وخلاص. كروجن، ان الكيسنج هيحصل له كروجن. طب لو حصل له كروجن ايه المشكله؟ ما الكروجن ده ممكن يحصل في التيوبنج، حمايه للكيسنج. جميل. بريشر، البريشر ممكن الاثنين يستوعبوا نفس الضغط، ما ينفعش اغيره. بيرفكت، هو ده الاجابه اللي انا محتاجها، هي دي الاجابه القاطعه. الكيسنج نزل البير وعمل له واتعمل له سيمنت في البير. تمام. الكوست بتاع الكيسنج اعلى، اعلى كوست من بتاعه الكيسنج. ماشي، كروسف فلويد. ماشي، عندي اتش 2 اس، اتش 2 اس ممكن انتجه فيبوظ لي الكيسنج. طيب، هي الاجابه القاطعه والمهمه جدا هي فكره ان انا عندي دلوقتي كيسنج مواسير متثبته في البير عن طريق اسمنت. لما تثبت في البير عن طريق اسمنت، فبالتالي مش هقدر ان انا اطلعها من البير لو حصل لها دامج او حصل لها اي مشكله. انريتريفبل، بالظبط، مش هقدر اطلعه من البيت لو حصل له اي دامج او كروجن او بين هول او كراك او اي حاجه. لكن التيوبنج وانس ان حصل له اي مشكله، بدا ان هو يحصل له بين هول او يتخرم او اي حاجه، هقدر ان انا ريتريف الكومبليشن ده من البير وابدا انزل كومبليشن جديد بتكلفه مش كبيره. هو خلاص تاني هندسه بعد اذنك. هندسه ممكن معلش نقفل بس نعمل ميوت بعد اذنك. تمام يا هندسه، اتفضل. تمام تمام يا هندسه. فاحنا بنتكلم يا شباب في ان دلوقتي بقى عندي مسار، المسار ده اقدر ان انا اغيره بكل سهوله، اطلعه من البير وانزله في البير بسهوله، ديبند على ظروف الانتاج المعينه. البير انتاجه زاد هنزل تيوبنج كبير، انتاج البير بيقل هنزل تيوبنج صغير. في عندي اتش 2 اس، فهبدا ان انا استخدم ماتيريال تيوبنج، الماتيريال بتاعته بتقاوم الاتش 2 اس. عندي في سكيل انهبيتور، في سكيل سوري، في بارافين، في واكس، في اي حاجه عملت لي بلاجنج. الصوت تمام يا هندسه؟ عشان انتج بكميه اكبر من التيوبنج. لا، احنا لو جينا نحسب الكميه الاكبر يا باشمهندس اكرم، لا انا تيوبنج بالنسبه لي صغير لكن الكيسنج كبير، فالكيسنج اقدر ان انا اخد منه انتاج اكبر بكتير. لكن هي مشكلتي مش موضوع الانتاج الاكبر، انا عندي كل ما كان التيوبنج اكبر كل ما كنت هاخد منه كميه انتاج اعلى. فانا عندي الكيسنج 7 انش، التيوبنج يوم ما بيزيد قوي بيبقى 4.5 5 بوصه. جميل. البرايمري برودكشن هيزيد لما يكون التيوبنج قطره اصغر. جميل، بس برضه بيكون لها ديزاينات ديبند على الاي بي ار والانفلو بيرفورمانس والاوت فلو بيرفورمانس. كل ما المساحه تقل. بيرفكت يا هندسه، جميل. طيب، فانا دلوقتي بقى عندي في تيوبنج موجود في البير، هقدر اعمل له ريتريف في اي وقت، هقدر ان انا اغير الماتيريال بتاعته، هقدر ان انا اعمل ديزاين وسلكشن براحتي. كل ده هيتم عن طريق التيوبنج ومش هقدر ان انا اعمله عن طريق الكيس. تمام، جميل يا هندسه. عشان المساحه بتقل، احنا فعلا بص يا باشمهندس، المفروض ان احنا لما بيبقى عندنا تيوبنج في بدايه الانتاج بستخدم التيوبنج الكبير 3.5 4.5 بوصه عشان انتج، خاصه في ابار الغاز بستخدم التيوبنج الكبير عشان بيديني فلو اريا كبيره، فبالتالي اقدر ان انا اخد منه سكاف بير داي اعلى. سكاف بير داي دي يعني ستاندرد كيوبيك فيت بير داي. تمام. لكن بعد شويه لما بيبدا الانتاج يقل بيبدا الانفلو بيرفورمانس ريليشن شيب بتتغير، الاوت فلو بيبدا يتغير، فهبدا ان انا اغير في الديامتر بتاع التيوبنج نفسه. احنا في اول الانتاج بستخدم تيوبنج كبير، وبعد شويه ببدا ان انا اصغر التيوبنج ده، استخدم الاثنين ونص والثلاثه ونص وممكن الواحد ونص. عشان ايه؟ عشان ان انا انتج بريت اعلى، يعني البير ما عادش قادر ان هو ينتج في التيوبنج الواسع، فدلوقتي بصغر له التيوبنج شويه او بنزل له حاجه اسمها فيلوسيتي سترينج. لو انتم حابين تدوروا في حاجه اسمها الفيلوسيتي سترينج، بنتج من كويل تيوب، بنزل كويل تيوب جوه البير جوه التيوبنج وبنتج منها. عشان ايه؟ عشان انها تديني بريشر اعلى. طيب، خلونا نجري شويه. طيب، اول حاجه انا محتاجك تعرف ان تكلفه الكومبليشن ممكن توصل لحد 5 مليون دولار للبير الواحد. انا البير الواحد لو بيتحفر ب 10 مليون ممكن يكون 5 مليون دولار منه تكلفه كومبليشن. كومبليشن ده يعني ايه؟ يعني اول حاجه والهيد اكويبمنت،
كريسماس تري وكيسنج هيد وكيسنج هيد سبول واكويبمنت كتيره جدا اسعارها غاليه جدا. كومبليشن لاينر وتيوبنج، تيوبنج بايب نفسها اسعارها، بامبنج اكويبمنت ورينتال ماتيريال ورينتال بامبنج ومش عارف ايه اللي انا هضخه في البير وكيميكال اسمه ايه وسعره قد ايه، حاجات غاليه جدا. البرفوريشن، رنه البرفوريشن لوحدها ببساطه جدا ب 200,000 دولار، تمام، التيكت بتاعها 200,000 دولار، 100,000 دولار للرنه الواحده. احنا ممكن نعمل 4 رنات 5 رنات، فممكن نص مليون دولار كده، يلا بخ احنا كده صرفناهم في كومبليشن، تمام. كومبليشن فلويد اديتيفز، انا في الدرينج فلويد اللي في البيت ده المفروض ان انا هشيله كله من البيت، انظف البيت منه واضيف كومبليشن فلويد مليان كيميكال ممكن يكون مصنوع من الديزل اصلا، فتخيل انك تعبي البيت ده كله ديزل، فتكلفته هتكون قد ايه، وبيبقى ديزل بالسعر العالمي مش بسعر الحكومه اللي الحكومه مدعماه. طيب فاحنا بنتكلم في ان ده اوبريشن غاليه جدا. في الوقت ده هتيجي مرحله الويل هاند اوفر. ويل هاند اوفر يعني ايه؟ يعني الدريلنج انجينير هيمضي شهاده لكومبليشن انجينير يقول له والله يا باشا انت عندك البيل ده اسمه كذا والحفر بتاعه بدا كذا، نوع البيل ده اويل بروديوسر، جاز بروديوسر، انجكتور، نوع البيل ايه؟ البيل مش مجرد ان هو بيل بينتج بس، ده ممكن يكون بيل حقن، ممكن يكون بيل جاز ليفت، ممكن يكون بيل ارتفيشال ليفت، فلازم نبقى معرفين البير. البرفوريشن بتاعه التخريم بتاعها كام طبقه، وكل طبقه الدبس بتاعها من كام لكام، ممكن اخرم 10 طبقات 15 طبقه 20 طبقه وات ايفر اللوكيشن بتاعتي عامله ازاي، فكل ده بالنسبه لي مهم جدا اكون عارفه. الكيسنج الموجود في البير شكله ايه، لو في تيوبنج موجود في البير، الكونديشن بتاعه المواسير دي عامله ازاي. ليه الكونديشن دي مهمه؟ لان انا هعمل بريشر تيست على التيوبنج ده، لو كونديشن بتاعها قديم، مواسير مثلا كانت في بير وطلعت من البير ده هنزلها في البير بتاعي فبقت كونديشن 2، طيب مش مواسير بريميوم، مواسير بريميوم دي لسه طالعه من كيسها دلوقتي، لسه فكينها ننزلها في البير. لكن مش كل الناس بتبقى بالحته بتاعت ان انا يكون معايا فلوس كتيره كده عشان ان انا انزل بريميوم، فممكن ان انا احتاج ان انا انزل مواسير جريد 2 او جريد 1 مش بريميوم يعني، فلازم اكون عارف الكونديشن بتاعها عشان البريشر تيست اللي انا هعمله. لو انا بعمل تيست عند 1000 بي اس اي على البريميوم، هعمله عند 800 على الجريد 2. واضحه الحته دي؟ لو في تيوبنج فلويد موجود، لو انا كنت قاتل البير، الشاتن والهيد بريشر، المهم ان انا هيكون عندي شهاده فيها كل تفاصيل البير النهائي في ايه وهعمل بيه ايه، وهيديني كمان شكل للسكيما بتاعه الكيسنج بروجرام اللي نزلت شكلها ايه ومن عند دبس كام لكام واتحفرت بدرينج فلويد نوعه ايه، وهيديني كمان ورق الويل لوجنج اللي هو عمله في الاوبن هول عشان استخدمه بقى في المرحله اللي جايه، وهيقول لي كمان الويل هيد بروجرام ده الهده الاولانيه، الهده الاولانيه دي ركبت جواها الكيسنج الاولاني هنا، بعدين ركبت الكيسنج هيد 13، ركبت جواها الكيسنج اللي هو ال 13 و3 تمان، بعدين ال 9 و5 تمان اللي هيركب فيها ال 7 انش، وهكذا. بقى عندي سكيما موجوده واضحه جدا. لو سمحت الجريدز كلاسيفيكيشن اوف تيوبنج هنلاقيها بعد شويه هندسه، تمام، بعد دقايق ان شاء الله هنوصل لموضوع الجريدنج الجريدز بتاعه التيوبنج. التيوبنج احنا ما اتكلمناش كومبليشن لسه، فكده كده ان شاء الله هنوصل لها بالتفصيل. طيب يبقى احنا كده بنتكلم في ان الويل كومبليشن يا شباب الهدف الاساسي منه هو حاجتين. اول حاجه ان انا اضمن مسار جديد للريزرفوار فلويد لحد السيرفيس يكون مسار واحد، ليه مش مسارين؟ عشان اكون عندي ويل كنترول كويس جدا للبير في الوقت ده، فمحتاج ان انا يكون عندي كوندويت او فلويد باثج للريزرفوار فلويد اللي يلا نقصد بيها الهيدروكربون تو ذا سيرفيس، سيرفيس اللي هو الويل هيد وتحت هي البرفوريشن. فهبدا ان انا اعمل ديزاين واعمل سيلكشن واعمل انستوليشن لانواع معينه من التيوبنج او التيوبولار. تيوبولار يعني مواسير، فانا هنزل مواسير جوه البير ليها سبيسيفيكيشنز معينه، تبدا انها بعمل لها لوكيشن جوه البير او جوه الويل بور. الهدف الاساسي منها هو عمليه ان انا اضمن ان انا عندي only and only one pathage for hydrocarbon fluid to reach the surface in a well control manner. well control manner يعني ايه؟ يعني ما يبقاش عندي 20 مسار الفلو ماشي فيهم. في شركات بتنتج من الانيولس وفي شركات بتنتج من التيوبنج والانيولس، دي طبعا بتبقى خاضعه للريجوليشن اللي هي خاصه بالاي دبليو سي اف والاي اي دي سي والويل كاب والويل شارب
اللي هي السيرتيفيكتس دي كلها بتكون بتختص بعمليه الويل كنترول في حاله الحفر وفي حاله الكومبليشن. عشان ان انا اعمل ديزاين لكومبليشن محتاج ان انا اشوف ريزرفوار بارامتر زي ريزرفوار فلويد والروك بروبرتيز وريزرفوار بريشر وتمبريتشر، لازم ان انا اكون عارفهم كويس جدا، لان هم دول انا هستخدم مواسير، المواسير دي محتاجه انها يكون ليها ديزاين بريشر وديزاين تمبريتشر، فبيكون كل ده ديبند على الريزرفوار بارامتر، فلويد كاركترستكس، هل انا عندي اويل ولا جاز ولا ووتر، هل عندي اتش 2 اس في الانتاج بتاعي ولا لا، هل عندي في سكيل ان سكيل ممكن يتكون، هل في بارافين، هل في عندي هيفي كرود، كل ده لازم اكون عارفه. الروك نفسه اصلا، هل الروك بتاعي ده صخر سهل جدا ان هو يسيب من مكانه ويتحرك فيعمل لي ستريس على جدران التيوبنج ولا لا؟ اتشرح الويل كومبليشن تاني. درايفنج ميكانيزم، جميل. ودرايفنج ميكانيزم طبعا، درايفنج ميكانيزم انا اقصد بيها هل انا هنتجه ده اويل ولا ووتر ولا جاز، وبريت قد ايه، والريزرفوار ميكانيزم نفسه، الريزرفوار درايفنج ميكانيزم، هل هو دراي جاز، هل هو ويت جاز، يعني كل ده هيكون مهم جدا. بوتوم ووتر درايف، جاز اكسبانشن، وات ايفر الدرايف ميكانيزم اللي عندي. تمام. تمام. طيب اول مرحله انا مطلوبه مني هي مرحله ان البير اللي انت شايفه دلوقتي ده هو البير في حاله الانتاج. البير اللي في حاله الانتاج ده يا شباب المفروض ان هو كيسنج ومليان مليان طفله. تايبس اوف ليفتنج، اذا كنت هشتغل ارتفيشال ليفت فعلا ولا هشتغل ناتشرال فلو. جميل جدا، فعلا صح. فانا كل البيانات او المعلومات اللي انا محتاجها لازم ان انا اكون عارفها قبل ما ابدا ان انا اعمل ديزاين للكومبليشن، عشان اشوف انا هنتج هعمل كومبليشن لبير هينتج ارتفيشال ليفت ولا هينتج برايمري برودكشن او ناتشرال فلو. البير مليان دريلنج فلويد، طبعا بتبقى سوليدز ومش يعني حاجات كتيره جدا موجوده جوه الدريلنج فلويد ده، فانا هيكون مطلوب مني ان انا هعمل ديسبيسمنت للدريلنج فلويد ده واعمل رانين هول بتيوبنج، والتيوبنج ده هبدا ان انا اخلي كل اللي جوه البير كروجن انهبيتور كومبليشن فلويد. يبقى انا كده يا شباب بتكلم في ان انا عندي هعمل كونفرجن لحاله البير من انه مليان كومبليشن فلويد، هحول الكومبليشن فلويد ده هملاه بالووتر او الانهبيتد كومبليشن فلويد، وهنزل فيه تيوبنج بالشكل ده وهعمل سيتنج البكر. يبقى انا كده غيرت البير من الوضع اللي احنا كنا شايفينه للوضع الجديد. الليفت ميثود اقصد بيها الكومبوننت، انا لسه دلوقتي التايبس ده مش هتفرق معايا، لكن الكومبوننت نفسها هل انا هستخدم ارتفيشال ليفت مثلا زي الاي اس بي فدي ليها كومبليشن لوحده، هل هي سكر لود ليها كومبليشن لوحده، هل هي جاز ليفت هيكون لها كومبليشن لوحده، كل نوع من انواع الليفتنج ليه كومبليشن مميز ومختلف شويه عن الثاني. طيب يبقى احنا كده اتفقنا ان في فرق دلوقتي هيكون ما بين البير في حاله انتاج والبير في حاله كومبليشن. اساسا البلو اوت بريفنتر ده موجود في اثناء الحفر، لكن اثناء بعد الكومبليشن هركب الكريسماس تري. الدرينج فلويد اللي موجود في البير انا هبدله بالكومبليشن فلويد الجديد اللي هيكون انا هطبخه او هجهزه مع المود انجينير عشان ان هو يحل محل الدرينج فلويد. الكيسنج اللي كان موجود بس كيسنج كده، لا انا دلوقتي هشتغل على انتاج من تيوبنج وهنزل اكسسوارز في التيوبنج. How do you display the mud by completion flow during completion؟ هو ده اللي احنا رايحينه هندسه حاجه. طيب اول رن هتحصل دلوقتي هي مرحله الويل بور كلين اب او كلين اوت. ويل بور كلين اوت دي عباره عن اني بربط الجزء ده اللي بنسميه كيسنج سكرابر. كيسنج سكرابر ده بينزل على الدريل بايب، بيكون موجود في الدريل بايب بدلا من الدقاق، بستخدمه بدل الدريل بيت، وهبدا ان انا انزل بيه جوه البير. لو في اي جزء فيه كولابس في الكيسنج، اي جزء فيه مض او فيه كاتنج او في اي حاجه هيبدا ان هو يعمل له نحر او يبدا ان هو يشيله من الكيسنج، يبدا ان هو يصنفر الجزء الداخلي للكيسنج، هيشيل بقايا الاسمنت اللي موجوده جوه الكيسنج، هيعمل ريموفنج لاي اجزاء من السوليد اللي هي حصل لها بريسبتيشن على اجزاء الكيسنج، بنضف بيه كل حته خصوصا الاماكن اللي احنا هنثبت فيها البكر، فبعمل تنظيف بيه. طيب تعالى خلينا معلش نشوف بسرعه الفيديو ده.
هو ده شكل السكرابر اهو، هي دي التيز بتاعته، هي بدأ انها تعمل نحر او عملية سكرابينج للانترنال سيرفيس بتاعت الكيسنج، وكده دلوقتي المفروض ان هو اتنظف وبقى جاهز ان انا اعمل كومبليت للانستاليشن للكومبليشن سترينج. تمام، واضحة كده؟ الجزء ده بيكون هو ده الجزء المسنن، ده مصنوع من البي دي سي، نفس فكرة الدقاق بالظبط، لكن بتعمل كليننج للانترنال سيرفيس. طيب الجزء الثاني بعد ما عملت سكرابينج للكيسنج او عملية تنظيف للكيسنج، هيكون هو عملية الديسبليسمنت للكومبليشن فلويد. للكومبليشن فلويد هعمل له ديسبليسمنت هعمل ديسبليسمنت للدرينج فلويد بالكومبليشن فلويد. الموضوع بيتم ازاي؟ بيتم ان انا نزلت جوه البير ب دريل بايب اهو، بدات ان انا اسيركل او اعمل سيركيوليشن للدرينج فلويد، اضخ واخد من الانيولس مد، وابدا ان انا استمر في عمليه بامبنج الدرينج فلويد الكومبليشن فلويد نضيف، واخد الريتيرن بتاعي ميكس ما بين الاثنين، اعمل له دامبنج على طول او ارميه مش محتاجه. يبقى انا كده دلوقتي عملت ديسبليسمنت لكل الدرينج فلويد الموجود في البيت بكومبليشن فلويد اللي هو مينلي براين، براين يعني ان كي سي ال ووتر، وبعض الكروجن انهبيتور، وبعض الكيميكال اللي بتعمل لي حمايه من الكول. تمام، طيب بدات عمليه الفكره اللي انت شايفها بالظبط كده، في ماسوره موجوده جوه البير، ماسوره دريل بايب او تيوبينج موجوده جوه البير، متعلق عليها فوق واصله ب مات بام. المات بام دي دلوقتي بتاخد الكومبليشن فلويد وتبدا انها تضخه في البير، تعمل ديسبيسمنت او ازاحه للكومبليشن فلويد ده طلعه لي على السيرفس. طيب الكومبليشن فلويد ده مين دي؟ بيبقى عباره عن براين مصنوع من ال NaCl او ال KCl او ال MgCl2 او ال CaCl2 او زنك بروميد، كل دي كيميكال ممكن ان انا اضيفها عشان ان انا اخد نفس الدينستي بتاعت الدرينج فلويد عشان الويل كنترول، نفس الدينستي بتاعتي بس بيبقى كلير فلويد. كلير فلويد يعني ايه؟ يعني هو ده الفرق ما بين الاثنين. انا ببدا ان انا انضف البير، اعمل ديسبيسمنت لكل الدرينج فلويد اللي في البير عشان اضمن ان الدنيا عندي بالنسبه لي كلير جدا، نظيفه جدا، ما فيهاش اي مشكله. الكومبليشن فلويد ده بقى لما يطلع لي فوق على السيرفيس، هو ده اللي حصل بالظبط، نزل بالدريلنج بالدريل بايب وبدا يضخ الكومبليشن فلويد، بدا ان هو يديني هيدروستاتيك بريشر نفس الهيدروستاتيك بريشر القديم، وفي نفس الوقت هضمن ان هو هيديني اقل فورميشن دامج لما هعمل بيرفوريشن. طيب حاجه مهمه جدا جدا تخص الكومبليشن فلويد وهي التوربيديتي. التوربيديتي هي درجه العقاره او كميه السوليدز المتعلقه والموجوده جوه الدرينج فلويد. احنا معانا ان شاء الله 5 دقائق بالكثير او 10 دقائق وهننهي الجزء ده عشان اعرف ان انتوا اكيد فصلتوا يعني. طيب وهنكمل ان شاء الله بكره في نفس الميعاد. احنا بنتكلم دلوقتي عن التوربيديتي يا شباب، بنقول ان التوربيديتي هي مقياس درجه العقاره بتاعت الكومبليشن فلويد. يعني الدرينج فلويد اول ما ببدا ان انا اعمل له ديسبيسمنت، فبيبدا الريتيرن بتاعي بيكون مثلا التوربيديتي بتاعته، باخد عينه كده من الدرينج فلويد في ازازه صغيره من دي، وابدا احطها في الجهاز ده، والجهاز ده يبدا ان هو يمشي بالظبط نسبه الشوائب الصلبه او العكره بتبقى موجوده، اللي بتبقى موجوده بالظبط كده، وابدا ان انا اقيس درجه العقاره. يقول لي والله انت دلوقتي الان تيو بتاعتك 250، بيفضل موجود سكرابر، بيفضل موجود، لا مش فاهم، هو السكرابر بيفضل موجود؟ لا خلاص انا كده خلاص رانين هول بالسكرابر، عملت ويل بور كلين اوت، بول اوت اوف هول بالسكرابر، كده خلاص انا كده دلوقتي عملت بس مجرد ايه سكرابنج، وفي نفس الوقت بضخ كومبليشن فلويد. يعني ممكن ان انا اعمل الاثنين بنفس الحاجه، اعمل ديسبيسمنت للسكرابر وهو لسه تحت اضخ، وممكن ساعات ناس ثانيه بتطلع السكرابر وتبدا تنزل بحاجه نظيفه جديده تعمل بيها العمليه بتاعت الكومبليشن فلويد بامبنج، فمش دايما بتبقى بوليسي بتاعت شركات. المهم انا في البدايه بقيس التوربيديتي الاقيها عاليه، اكمل بامبنج للكلير فلويد جديد الاقيه لسه عالي، وهكذا افضل اضخ اضخ لحد ما يبدا الان تي يو بتاعتي توصل لحد 10 ان تي يو نفلو تربيديتري يونت. تمام، وده زي ما اتفقنا ده الشكل بتاعها مع تتابع الارقام دي بتقل، ان تي يو او اللي هي الاف ان يو ده كاختصار تاني.
بيفضل نقول بيطلع ازاي كومبليشن فلويد بيطلع ازاي طيب في الانالس؟ ما احنا اتفقنا ان انا بيكون عندي كيسنج مليان درينج فلويد، انا دلوقتي نزلت جواه بالبايب دي، لما هضخ دلوقتي من البايب دي هيبدا ان هو يطلع في الانالس، يعني هيطلع كده. سوري اهو طلع من هنا كده ودخل الانالس، بدا ان هو يزيح الدرينج فلويد ده لفوق. التيوب بيتثبت على السكرابر. السكرابر ده بيبقى جزء هندسه، بيبقى عباره عن ماسوره كده صغيره طولها حوالي مثلا متر 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 ونص، عادي خالص بتركب في التيوبنج، بتركب في التيوبنج عن طريق كروس اوفر عادي جدا، وبتنزل اوبن اند عادي بينزل ما فيهاش اي مشكله، ماسوره من ضمن المواسير. تمام. طيب احنا ممكن نقف هنا. الكلين على سبيل المثال ده البوتوم هول اسمبلي اللي احنا بنستخدمه في كلين اول، دقاق 6 بت 6 انش. تمام. سكرابر 7 انش، البروفايدر بتاعه هيكون هو بيكر. 7 انش جانك باسكت بيكر. 7 انش سترينج ماجنت. سترينج ماجنت ده بيبقى عباره عن مغناطيس كده بستخدمه عشان لو في بقايا من ريش الحديد ولا حاجه في البير بطلعها. ناتجه من ايه؟ ريش الحديد من السكرابر. السكرابر هو نازل ما هو كان عمال بيكسر اجزاء من الحديد من الكيسنج، فكده كده بشوفها. طبعا البراين اللي احنا بنستخدمه ده بيكون عندي وحده فلتريشن موجوده على المات سيستم، مهمتها انها بنعدي الووتر والبراين ده على فلتريشن يونت، تبدا انها تشيل اي درجه عقاره موجوده. الكومبليشن في او الكومبليشن فلويد قبل ما ينزل البير ان تيو بتاعته المفروض انها تكون اقل من 10، عشان لما ينزل البير ويطلع ماكسيمم 25 30، عشان انا اعمل جود جوب لازم ان الان تيو بتاعتي ما تزيدش عن 20 25. تمام. طيب can we get the files of the session today؟ ان شاء الله هبعتها باذن الله النهارده. I will. طيب يبقى احنا كده عندنا في برش كمان 7 انش، عندي كمان دريل بايب اهي ماسوره 3.5 دريل بايب اللي هيعمل لها بروفايدنج البريمه، 7 انش هاليبرتون ار تي تي اس تيست بكر، عندي سيركيوليشن فالف، عندي دريل كولر، عندي بي اتش 6 ده نوع من انواع مواسير اللي كنا بنستخدمه مواسير حفر، 4.5 بي اتش 6، بي اتش 6 ده نوع السريد بتاعها، السريد بتاع المواسير دي تيوبنج، كان السريد بتاعه اسمه بي اتش 6 وود انترناشونال، اكس او كروس اوفر من شركه بيكر عشان يركب من 4.5 بي اتش 6 بن ل 4.5 اي اف بوكس. هو ده الاختصارات اللي المفروض ان احنا بنتكلم، يور ويلكم، هو ده الاختصارات اللي المفروض ان احنا بنلاقيها او شكل البي اتش اي اللي نزل البير، وهيبقى هو ده بالظبط، هو ده التفاصيل، نوع السن، الكونكشن تايب، الاب بتاعها بي اتش 6 بي اتش 6 بي اتش 6، كروس اوفر بقى ده اكيد كروس اوفر عشان ينقل ال 3.5 اي اف اي اف اي اف، كل دي انواع سريد لازم ان انت تكون عارفها. الاي اف الريج ده بيبقى في الدقاق دايما دايما، الدريل بت السريد بتاعه بيبقى ريج. حبيبي هندسه، فهي الفكره كلها زي ما اتفقنا، بيكون عندي السكيما دي او الويل بورد كلين اب بوتوم هول اسمبلي، بيكون فيها الشكل اللي انت شايفه ده، اي حاجه بتنزل بيه لازم تكون موجوده بالشكل ده، الاي دي والاو دي واللينس والتوب اوف تول والبوتوم اوف تول والتوتال ديبس بتاعهم لحد فين والسريد اللي موجود فيهم، ومش بعيد كمان بنكتب السيريال نمبر ساعات بتاع كل حاجه بتنزل البير عشان يبقى عندك ريكورد لكل حاجه اتعملت في البير. هو ده هو بالظبط بقى. خلينا نشوف انيميشن كده انا كنت عامله. انا نزلت بمواسير البي اتش 6 او مواسير الحفر جوه البير، بدات ان انا اعمل سيركيوليشن للكومبليشن فلويد، واخد على الريك فلور فوق او على المات سيستم، اخد الدرينج مات ده اهو، وابدا اقيس الان تي يو بتاعتي لحد ما الاقي الان تي يو اقل من 25، يبقى انا كده زي الفل. وان شاء الله بكره هنكمل مع بعض البرفوريشن لحد ما نوصل لاخر مرحله في البير، وهي مرحله الكريسماس تري انستوليشن. هنعرف بكره يعني ايه برفوريشن وبتتم ازاي وايه الاحتياطات اللي فعلا بتتعمل
وايه خطوره المشكله دي، ومين اللي بيساعدني وانا بعمل برفوريشن، وايه اللي هيحصل لو عملت برفوريشن غلط. ان شاء الله بكره باذن الله هنتابع مع بعض كل الاجزاء دي. لو في اي اسئله عندك ان شاء الله موجوده في الجزء ده، يا ريت ان انت تكون مجهزها لبكره. البرزنتيشن هرفعها لك النهارده ان شاء الله، هتكون موجوده عندك تبص عليها، ولو فيها اي اسئله او اي حاجه انت حابب ان انت تعرفها برضه يا ريت ان احنا نتناقش فيها بكره. وان شاء الله نتقابل بكره على خير باذن الله. شكرا جزيلا لوقتكم، وإن شاء الله بكرة بإذن الله نكون مع بعض في نفس المكان. شكرًا جدًا يا هندسة، ربنا يجزيك عنا كل خير. حبيبي هندسة، أهلًا بيك. ما شاء الله عليك يا هندسة. حبيبي هندسة، شكرًا جزيلًا. مش باشمهندس، مع ألف سلامة.